هي ذكي صباح الخير. نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شادي. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. وفي هذه الأيام بنحتفل جميعا بذكرى سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المولد النبوي الشريف. طبعا ذكرى عطرة، ذكرى بتؤسس لمعالم الهداية والرحمة اللي أشرقت على الأرض بمولد سيدنا النبي، بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرى علمتنا وعلمت الأمة كلها السلام والحب والمودة والرحمة أيضا يا منى. يمكن فرصة مهمة وعظيمة النهاردة إن احنا نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وبسيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن احنا نقدر بقى في الوقت ده نشاور ونتكلم على أخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانت عبارة عن منهج تربوي وإنساني، منهج في التسامح وفي الأخلاق الكريمة، منهج في الود والعطاء، منهج في العدل والمساواة، منهج في الأدب، منهج في عدم التفرقة بين كبير وصغير، بين غني وفقير، بين شخص مهم وشخص مش مهم، منهج بيعلمنا الترابط الجمعي وكمان الترابط الاجتماعي. طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان بيعلمنا في كل المواقف، ومن أجمل الصفات بقى كمان اللي بنتعلمها من سيدنا النبي كأزواج هي الاعتماد على النفس، إن احنا نساعد أهل بيتنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخدم أهل بيته وكان بيخدم نفسه بنفسه، والدليل إنه في حد سأل ستنا عائشة رضي الله عنها قال لها كيف كان النبي في المنزل يعني، فقالت إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته كل شيء، فقالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، فهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي حديث آخر برضو بيتكلم عن نفس النقطة دي، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيشتغل في البيت وكان دايما بيساعد زوجاته، فطبعا زي ما انت بتتكلمي ان هو بيعلمنا في كل حاجه، فدي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنتعلمها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحابه وذريته. ذكرى عطره في ميلاد سيدنا النبي سيدنا المصطفى عليه الصلاه والسلام. مره ثانيه بنصبح على حضراتكم، صباحكم كله خير ورزق. صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا شادلي. صباح الخير يا منى. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الفل يا دينا. الجو اتحسن. لا احنا حاسين من امبارح ان احنا درجات الحرارة بدأت في الانخفاض، وبالليل كان الجو لطيف جدا جدا، واتمنى خلاص ان شاء الله يستمر معانا كده حتى بداية فصل الشتاء بإذن الله. ان شاء الله بنصبح على حضراتكم مرة تانية. خلونا في البداية ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع ارتفاع نسب الرطوبة، بيسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة رطب ليلا. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة العظمى هتكون 34 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان والعظمى فيها توصل ل 41 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح، ونبتديها بأن حملة 100 يوم صحة قدمت أكتر من 69 مليون و 423 ألف خدمة مجانية خلال 43 يوم. كمان قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت عدد من الفعاليات. كمان وزارة الداخلية وفرت أدوات مدرسية مخفضة الأسعار. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. The
الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أنه امبارح وفقا لما أعلن عنه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تم تقديم 69,423,999 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة، وده منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية مساء يوم 31 يوليو 2024 وحتى مساء الخميس 12 سبتمبر في جميع محافظات الجمهورية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حفل تكريم لأوائل مدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية اللي بتعمل بنظام التأسيس العسكري والمتفوقين من ذوي الهمم لخلق روح التنافس والمداومة على التميز بين مختلف المدارس وتنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب مصر. وخلال الفعاليات تم تكريم قادة ومديري تلك المدارس نظراً لتميزهم خلال العام الدراسي 2023-2024، وده بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ونائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس لعدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية اللي بتنفذها الدولة المصرية لتحقيق رؤية مصر المستدامة 2030. امبارح وتحت رعاية رئيس الجمهورية، وزارة الداخلية بتواصل فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد اللي مدت فعاليتها اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر ولمدة شهر، مع التوسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة تزامناً مع قرب حلول العام الدراسي الجديد، وده لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة. هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات. من محافظة المنوفية فيها تم افتتاح 10 معارض أهلا مدارس، أما في محافظة الإسكندرية فمعنا خبر عن عودة مسار الترام إلى العمل بعد الانتهاء من إصلاحات مزلقان الإبراهيمية. كمان معانا في شمال سيناء تم افتتاح نقطة طبية في حي الكرامة بالعريش لدعم الرعاية الصحية للأهالي، وفي الجيزة تم اختيار 15 مشروع للترشح للمبادرة الوطنية الخضراء الذكية. خلينا نتابع باقي الأخبار في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن مديرية التموين في محافظة المنوفية أعلنت افتتاح 10 معارض أهل المدارس في نطاق المحافظة للتسهيل على المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، وتم افتتاح المعرض الرئيسي في مدينة شبين الكوم بالتزامن مع افتتاح معارض أهل المدارس في مدن السادات، منوف، تلا، أويسنا، الباجور، بركة السبع، أشمون والشهداء. أعلنت محافظة الإسكندرية الانتهاء من مزلقان الإبراهيمية وعودة مسار ترام الإسكندرية للمسار الطبيعي بعد توقفه في إطار تنفيذ أعمال مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمنطقة سبورتينج، وتم تنفيذ قطع مسار الترام بمحطة الإبراهيمية. مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء أعلنت عن افتتاح نقطة طبية في حي الكرامة بالعريش كجزء من الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في شمال سيناء. النقطة الطبية بيتم من خلالها توفير الرعاية الطبية الضرورية والأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمة صحية لأهالي حي الكرامة في إطار إعطاء أولوية أولى للعناية بالقرى البعيدة والمناطق الأكثر احتياجاً. محافظة الجيزة أعلنت أنه تم اختيار 15 مشروع من أصل 79 مشروع تقدم للترشح للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتمثيل محافظة الجيزة في المبادرة إلى جانب اختيار مشروع ليكون سفير للمحافظة، وتم تقييم المشروعات وفقاً لمعايير المبادرة. يستقبل مطار مرسى علم الدولي خلال الأسبوع الحالي بداية من اليوم السبت 153 رحلة طيران دولية بتصل من السبت حتى الجمعة المقبلة، وبيتم تسهيل الإجراءات للوافدين من الدول المختلفة ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بأجازتهم. مديرية الصحة بالأليوبية أكدت أنه تم إدراج 3 وحدات جديدة للتشخيص عن بعد بالمرحلة الثانية من مبادرة تحسين الخدمة الصحية والتخفيف عن المواطنين. بتعد الوحدات الجديدة اللي تم إضافتها بمركز طب الأسرة بكفر تصفى ومركز طب الأسرة بسنديون إلى جانب مستشفى حميات طوخ، ليبلغ عدد وحدات التشخيص عن بعد في المحافظة 7 وحدات. افتتحت مديرية أوقاف مطروح 4 مساجد جديدة بمدينة مرسى مطروح احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، وهي مسجد الإحسان بالكيلو 7 ومسجد الرحمن بالكيلو 2 ومسجد عبد الواحد بقرية القصر.
أعلنت محافظة بني سويف أنه تقرر بدء تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات المقبولين ضمن مسابقة 30,000 معلم على وظيفة معلم ورياض أطفال بالمرحلة الثانية وتظلمات المرحلة الأولى، وده قبل بداية العام الدراسي الجديد. وبيتم التدريب اعتباراً من الحد المقبل حتى الخميس على مدار 5 أيام داخل بعض المدارس والمنشآت التعليمية بمدينة بني سويف. أعلنت محافظة أسوان بحث مقترح أهالي قرية فارس بمركز كومومبو المتعلقة بالمركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل المزمع إنشاؤه من خلال مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، واللي بيتمثل في تصنيع وتعبئة وتجارة التمور داخل قرية فارس بمركز كومومبو. رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية الفنانة القديرة ناهد رشدي بعد صراع مع المرض، وهي سايبة لنا عدد من الأعمال الفنية اللي هتفضل عالقة في أذهاننا كلنا. طبعا الفنانة ناهد رشدي من مواليد 14 سبتمبر سنة 56، تخرجت من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 82، وقدمت 84 مسلسل من ضمنها لن أعيش في جلباب أبي، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، والطوفان. ربنا يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان. مشاهدينا، فقراتنا لسه مستمرة معاكم، نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقاتنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، دلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن يشهد اليوم انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم بتتراوح من 2 لـ3 درجات مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وبيسود الطقس حر رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا إن احنا لاحظنا من امبارح يعني بالليل الجو كان لطيف جدا وكان فيه نسمة هواء حلو قوي، الناس كتير كانت يعني يمكن على السوشيال ميديا كمان بتتكلم إن الأجواء كانت ممتعة بالليل امبارح. هو طبعا بالفعل يمكن احنا بدأنا من أمس التحسن في الأحوال الجوية، وكان بشكل تدريجي اليوم أيضا هيكون في مزيد من التحسن في الأحوال الجوية، مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار وكمان خلال فترات الليل، لأن مصادر الكتل الهوائية اللي بدأت تأثر علينا رجعت مرة أخرى. مصادر كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، والكتل دي معتدلة نوعا ما في قيم درجات حرارتها، لكن احنا بنقول مع التحسن في الأحوال الجوية لسه نسب الرطوبة موجودة في الجو لأن الكتل معظمها قادم من على البحر المتوسط. كمان في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض في امتداد لمنخفض جوي، والمنخفض الجوي ده هيعمل على وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتحجب جزء من أشعة الشمس، فده كمان هيساعد على التحسن في الأحوال الجوية. طبعا. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، لكن مع وجود الرطوبة أنا ممكن أحسها لو تكون 35 أو 36 درجة مئوية، لكن بطبيعة الحال هو تحسن في الأحوال الجوية عن الأيام اللي كان فيها ارتفاعات كبيرة في قيم درجات الحرارة. الأجواء فترة النهار وتحديدا في وقت الظهيرة كمان بتكون أجواء حرة رطبة في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، تبقى شديدة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون في فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة. بالفعل كمان فترات الليل بدأت الصغرى تنخفض، هو طبعا بيحصل انخفاض مع غياب أشعة الشمس، لكن قيمة درجة الحرارة الصغرى بدأنا نسجل قيم درجات حرارة منخفضة 25 منخفضة بالفعل بشكل كبير في فترات الليل عن الليالي الماضية. 25 درجة مئوية خلال فترة الليل على القاهرة الكبرى، المدن الجديدة كمان ممكن ألاقيها أقل من 25 درجة مئوية، فبدأت أجواء فترة الليل تكون أجواء ما بين المعتدلة إلى المائلة للحرارة، خاصة كمان إن بيبقى في نشاط رياح متوقع اليوم، نشاط الرياح في معظم محافظات الجمهورية، سرعات الرياح ما بين 30 لـ40 كيلو متر على الساعة، ونشاط الرياح ده غير مثير لأي نمل وأكتبة. كنت أسأل حضرتك عليه لأن فعلا يعني كان الأسبوع اللي فات كان فيه رياح بعض الأوقات بس كانت يعني فيها رمال وأتربة بصورة أو بأخرى.
بالفعل يمكن احنا في فتره ارتفاع قيم درجات الحراره كان في بعض الاتربه ورمان المصاره، لكن اليوم نشاط الرياح اللي هيكون موجود معانا هو معظمه الكتل الهوائيه جايه من على البحر المتوسط، هي فقط هتساعدنا ان احنا نحس بنسب رطوبه اقل وقيم درجات حراره اقل في فترات الليل وساعات المساء، فده هيساعد على تلطيف الاجواء بشكل كبير. واحنا طبعا في فتره استقرار في الاحوال الجويه، فالشبوره المائيه هتظل ظاهره جويه معانا في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي ايضا شبوره مائيه خفيفه هتتلاشى فور استطلاع اشعه الشمس، مش هتتاثر يعني باي، مش هتاثر تماما على حركه المرور، ومن الساعه 7 8 صباحا الشبوره المائيه تختفي ومفيش منها تاثير، ما نقلقش منها تماما. على مدار هذا الاسبوع كله ان شاء الله هنحس بمزيد كمان من التحسن في الاحوال الجويه، يعني قيم درجات الحراره خلال هذا الاسبوع هتكون اقل من الاسبوع الماضي، خاصه مع نهايات الاسبوع هتنحس ان الصغرى فتره الليل بتنخفض وكمان العظمى كمان بتنخفض، يعني احنا متوقع عظمى على القاهره الكبرى 32 درجه مئويه في نهايات هذا الاسبوع. الحمد لله يعني طبعا يعني احنا هنعيش اجواء ممتعه. طب بالنسبه للسواحل الشماليه يا دكتور، يعني بالنسبه لها وحاله البحار كمان، يعني حضرتك بتقولي في رياح موجوده، هذا هيأثر على حركه المراحه البحريه وارتفاع الامواج؟ هو مش هيأثر بالشكل الكبير، يمكن الحمد لله احنا عندنا في سواحلنا المطلة على البحر المتوسط، لو الأول بنتكلم على قيم درجات الحرارة، احنا على مدار هذا الأسبوع مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، هتنخفض لأقل من 30 في بعض الأماكن الساحلية وتكون 29 و28 درجة مئوية، فقيم درجات الحرارة منخفضة. في اعتدال بقى سرعات الرياح على البحر المتوسط، يعني احنا سرعات الرياح ما بين 30 ل 40 كيلومتر على الساعة، معها ارتفاع موج من 1.5 ل 2 متر، فالبحر المتوسط مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. البحر الاحمر طبعا احنا دايما عارفين ان قيم درجات الحراره في السواحل المطله طبعا بتبقى اعلى من البحر المتوسط طبعا، لكن ارتفاع الموج كمان زياده، يعني ارتفاع الموج من 2 ل 2.5 متر، فهنخلي بالنا من التعمق داخل البحر الاحمر، لان 2.5 متر ده ممكن ما يكونش مناسب بشكل كبير للساده المصيفين، لكن هو ايضا مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه. يمكن كمان تدريجيا مع ايام الاسبوع وتعمق المنخفض الجوي اللي موجود في طبقات الجو العليا، ممكن نلاقي في بعض الايام فرص الامطار الخفيفه في بعض الاماكن الساحليه، هو مش النهارده، الايام اللي جايه ان شاء الله امطار خفيفه في بعض الاماكن المطله على البحر المتوسط تساعد اكثر على تحسن الاجواء، ما فيش منها قلق تماما، بالعكس الاسبوع ده اسبوع اجواء واقرب للاجواء الخريفيه، نستمتع بالاجواء. بس دايما نصيحتنا المهمه في الفتره دي، احنا بنقول خلاص بينتهي فصل الصيف وبنقرب على فصل الخريف، الفتره دي فتره انتقاليه دايما بيحصل فيها تغير في الخرائط الجويه والتنبؤات احنا الجويه، احنا كل يهمنا ان ما يتغيرش الجو يبقى حر تاني، يعني اي تغيرات جويه ممكن نستحملها الا ان الجو يبقى حر تاني، خلاص الناس بقى بصراحه نفسها كده الجو يفضل معتدل الفتره اللي جايه. هو السمه الاساسيه في الفتره الجايه ان شاء الله التحسن في قيم درجات الحراره، لكن ده ما يمنعش ان ممكن في بعض الايام في النص الاول تحديدا من فصل الخريف يكون فيها بعض الارتفاعات، لكن بتكون اعلى من المعدل، مش بتكون زي فصل الصيف، فحتى لو في ارتفاع بتكون فتره سريعه او فتره مؤقته، ما بتكونش قيم درجات حراره مرتفعه بشكل كبير، لان المعدلات الشهريه بتكون منخفضه، يعني احنا هنلاقي معدل كمان بتبقى نسبه الرطوبه مش عاليه قوي، فده مش بيخلينا نحس بحراره الطقس بشكل كبير. يعني بالفعل ان تدريجي كمان نسب الرطوبه تبدا تقل في الجو، فده بيخلينا كمان حتى لو في ارتفاع في قيم درجات الحراره ما تبقاش قيمه درجه الحراره المحسوسه عاليه بشكل كبير، بس هو المهم بس نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه عشان لو في اي تغيير نتابعه بشكل يومي طبعاً. وطبعا في الفتره اللي جايه كمان الشبوره المائيه مع دخولنا في فصل الخريف كثافتها ممكن تبدا تزيد، يعني تاثر على الرؤيه الافقيه بشكل اكبر، فلازم تكون دايما القياده بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي للارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 34 الصغرى 24، العاصمه الاداريه 35 23، اسكندريه 31 24، العلمين الجديده 31 24، مطروح 30 23، دمياط 31 26، بورسعيد 31 26، اسماعيليه 34 24،
السويس 34-25، العريش 31-23، كاترين 30-15، طابة 32-25، حلايب 35-28، شلاتين 37-29، شرم الشيخ 37-28، الغردقة 37-27، الفيوم 34-23، بني سويف 34-24، الوادي الجديد 38-24، أسيوط 36-24، سوهاج 38-25، قنا 41-27، والأقصر 41-27، وأخيرا أسوان 41-28. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس. طقس معتدل الفترة دي، في انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة من قيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات، مع انخفاض بسيط في نسبة رطوبة، فهنعيش أجواء صيفية ممتعة خلال فصل الأسبوع كله إن شاء الله. ونبدأ بقى مع بعض فصل الخريف إن شاء الله، يعني ننتهي من فصل الصيف قريبا. هرجع مرة تانية لشاذلي ومنى علشان نكمل معك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا. ودلوقتي خلينا نتابع أبرز وأهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيحتفل مجلس كنائس الشرق الأوسط باليوبيل الذهبي في تمام الساعة 6:00 مساء على مسرح الأنبر رويس برئاسة قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، بحضور الدكتور ميشيل عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والدكتور القس أندري زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، والبابا ثيودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس. ومن المقرر أن يشارك بالحضور قيادات مجلس كنائس مصر وعدد كبير من القيادات الدينية من مختلف الطوائف والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية بيقودها فريق بيراميدز ضد الجيش الرواندي في تمام الساعة 7:00 مساء في إطار الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا. أيضاً النهاردة لعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية، حيث يلتقي الزمالك مع البوليس الكيني في تمام الساعة 3:00 عصراً على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. والنهاردة كمان لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من عمر المسابقة، من أهمها مباراة ليفربول مع نوتنغهام في تمام الساعة 5:00 مساء، في نفس التوقيت مباراة مانشستر سيتي مع برنتفورد، وفي العاشرة ليلا يلتقي تشيلسي مع بورنموث. ولعشاء الكرة الأسبانية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الخامسة من عمر المسابقة، هيلتقي ريال مايوركا مع فياريال في تمام الساعة 3:00 عصرا، في الخامسة والربع هيلتقي إسبانيول مع ألافيس، وفي تمام الساعة 7:30 مساء هيلتقي إشبيلية مع خيتافي، في العاشرة ليلا هيلتقي ريال مدريد مع ريال سوسيداد. تألق كبير جدا حققه منتخب مصر للكاراتيه، واللي قدر انه يحصد المركز الأول في بطولة أفريقيا واللي تمت إقامتها في تونس بعد ما حقق عدد كبير من الميداليات، وصل عددها ل 33 ميدالية. ده مش جديد على منتخب مصر للكاراتيه. الكاراتيه لعبة قوية جدا وإحنا يعني متميزين فيها بقالنا سنين كتير. خلينا نعرف على أو نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه. صباح الخير على حضرتك. أهلا صباح الخير أستاذة منى. صباح الخير منى. أهلا وسهلا منى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مبروك الأول، لو تعرفنا تفاصيل الميداليات وحصيلة منتخب مصر من بطولة أفريقيا اللي تم إقامتها في تونس ما بين الذهب والفضة والبرونز. وطبعا الحمد لله رب العالمين بتوجيهات فخامة معالي وزير الشباب والرياضة واهتمام الدولة بالرياضة في الألعاب الفردية، الكاراتيه وصل لقمة إصداراته في بطولة أفريقيا هذا العام. في أول يوم البطولة كانت في تونس افتتحنا للناشئين 8 ميداليات ذهب و3 فضة و1 برونز، يعني 12 ميدالية. الدولة اللي كانت بعدنا كانت الجزائر ب2 ذهب و2 فضة و8 برونز. فطبعا 8 ذهب ده افتتاح للناشئين من 13 ميدالية. ده كان كاتا ولا كوميتيه يا كابتن؟ كاتا وكوميتيه مع بعض. احنا كان عندنا 8 منافسات في الكوميتيه، 20 شباب 21 سنة، خدنا 8 ميداليات بتوع الكاتا بلا منازع الحمد لله رب العالمين، وباقي ميداليات كلها كانت لكم كتير اللي هم 12 ميداليه. اليوم الثاني كان الناشئين، فاصبح عصيره مصر من الشباب والناشئين
17 ميداليه ذهب، يليها الجزائر 3 ذهب. في الحاله دي في اليوم الثاني احنا خلاص كده حصلنا على المركز ترتيب عام اول، حتى لو اليوم الثالث ما كملش او ما خدناش ميداليات فكده مصر حصلتها المركز الاول. اليوم الثالث خدنا وصل عدد ميداليات الذهب ل 20 ميداليه ذهب. الدوله المنافسه معانا الجزائر 6 ذهب. معنى ذلك ان من 20 ل 6 رقم 2 6 ذهب، معناها ان مفيش منافسه نهائي في القاره الافريقيه بين مصر وبين اي دوله. المغرب كانت 5 ذهب، السنغال 3 ذهب، تونس 2 ذهب، الكاميرون 1 ذهب. فعدد ميداليات اللي حصلت عليها مصر من الذهب حوالي 20 ميداليه. اجمالي ميداليات الذهب والفضه والبرونز 33، لكن 20 ميداليه الذهب دول الترتيب العام بيبقى عباره عن ميداليات الذهب هي اللي بتمثل الدول. قارننا عدد البعثة يا كابتن عشان نبقى فاهمين، يعني احنا طلعنا ببعثة كام والجزائر والمغرب وغيرها كانوا ممثلين بكام بعثتهم كانت قد ايه؟ كل الدول الحمد لله كانت مشاركة، الغالبية العظمى الجزائر وتونس ومصر والمغرب اساسا كانت من مشتركة بكامل قواها في عدد المنافسات اللي موجودة اللي هم 37 منافسة. فالحمد لله رب العالمين مصر اكتسحت البطوله، وده اكبر عدد ميداليات جه في البطوله الافريقيه منذ نهايه الاتحاد، وده طبعا يعتبر اخر احتكاك لمصر. حتى بعض الدول كانت بتسال ايه السبب الاساسي، فقلنا لهم احنا الفريق بتاعنا بتاع الناشئين والشباب وال21 اشترك السنه دي في 3 بطولات دوليه اللي هو الدوري العالمي الرانك العالمي لهم اللي هو اسمها الليج، اشتركنا في الفجيرة بحوالي 272 لاعب، اشتركنا في اسبانيا، اشتركنا في كرواتيا، وجبنا في الثلاث بطولات ترتيب عام اول الثلاث بطولات الدوليه دي. فده كان اعداد جيد لبطوله افريقيا واعداد ايضا لبطوله العالم، لان احنا عندنا بطوله العالم في 14 باذن الله في ايطاليا. فده الفريق ده هو اللي هيشترك ان شاء الله في بطوله العالم، ودي تعتبر 4 محطات احتكاك له. فالحمد لله كانت النتيجه النهائيه ممثله بالخير الحمد لله. وده معناه يا كابتن احنا اللعيبه المصريه مصنفين في هذه اللعبه طبعا. محمد احنا اللعيبه عندنا كنا عاملين حسابنا على هذه الميداليات، يعني ما جاتش صدفه مثلا. لا اللعيبه اللي عندنا الكبار والشباب والناشئين مصنفين اوائل العالم، مصنفين في الرانك رقم 1 لرقم 10 على مستوى العالم. فالحمد لله ولادنا من افضل لعيبه الكاراتيه على مستوى العالم، برضه لان في عندنا معسكرات دائمه طول السنه لهم وجهاز فني كبير جدا، ومدربين مصر العظام كلهم بلا استثناء حريصين ان اولادهم يشتركوا في البطولات المحليه والدوليه ايضا على حساب الاتحاد جزء وجزء اخر على حساب اللاعبين والانديه. وده ساعد على وجود طفره كبيره في الكاراتيه، ياسين الفخر المعقول كان عندي مليون لاعب مسجل على سيستم الاتحاد المصري للكاراتيه، اللي كان اكبر لاعب عدد الممثلين واكبر عدد النتائج الحمد لله رب العالمين. كابتن دهراوي خطتنا ايه للجيل الثاني والثالث؟ يعني يمكن احنا عندنا منتخب قوي جدا بيلعب سواء في الاوزان المختلفه سواء في المباريات المختلفه، ولكن احنا بنتكلم على الكاراتيه العالمي، احنا منتشر عندنا الشوتوكان اكتر، بالرغم ان احنا بنشوف ان في المنافسات العالميه الشوتوريو وهو مش منتشر قوي عندنا في مصر بالنسبه للاجيال الصغيره. هنعمل ايه للقصه دي؟ عندنا الحمد لله مدربين 2 منتخب مصري للشوتوريو بخلاف الشتيتو كان اساسا، عندنا قارة عاصم بطل العالم، عندنا هاني تونيب الحمد لله رب العالمين، دول 2 مدربين من اكثر مدربين مصر والحمد لله طالب. يعني مثلا اللاعيبه اللي خدت الشتابات السنه دي اول في بطوله افريقيا بتلعب شتري مش شتيتو كان. هي اسمها ريماس بتلعب شتوريو واللعب. ايوه دول اللي في المنتخب، انا بتكلم على نشر الشتوريو بالنسبه للنوادي وبالنسبه لمراكز الشباب والاكاديميات. هو طبعا بيتم اعداد جيل كبير للشتوريو من المدربين اساسا، واحنا مستدعين خبير من اسبانيا ان شاء الله في نهايه شهر 9 هيجي في اول 10 باذن الله، اخر 9 ان شاء الله هيجي خبير شتوريو عشان خاطر يدرب مدربين ويدرب ايضا لعيبه المنتخب لمده 4 ايام على الاقل، يديهم البيزك بتاع الشتوريو ويبداوا يمشوا على هذا المنهج. هايل جدا المجهود كابتن دهراوي، وهو ده اللي احنا بنحاول نتكلم فيه، المحافظه على المجهود المبذول وان احنا نعمل اجيال جديده تقدر تساعد تكمل مسيره الكاراتيه اللي هي واحد من الالعاب اللي احنا دايما عارفين ان التمثيل فيها هايل لمنتخب مصر وفعلا بنجيب فيها ميداليات كتير. كل الشكر ليك كابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه. دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم عن مشروع اسمه كوميكانو كورنر،
مشروع مخصص لتصميم أدوات تنمية المهارات للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام المواد المعاد تدويرها من النفايات البيئية. مشروع نفذته واحدة من بنات مصر الشطار جدا واسمها سهى عبد الناصر. مشروع قايم بقى على قصص مصورة، قصص هدفها إنها يحصل تنمية لقدرات الأطفال الإبداعية. إيه حكاية وتفاصيل مشروع كاميكانو كورنر؟ ده اللي هنعرفه من مؤسسته سهى عبد الناصر اللي موجودة دلوقتي معانا على تطبيق زوم. يا سهى صباح الفل عليكي. صباح الخير، ازيك يا منى، عاملة إيه؟ أنا كويسة، أنت تمام؟ أنا زي الفل الحمد لله. إيه موضوع كاميكانو كورنر ده يا سهى؟ هو الأول شكرا جدا إن أنت قلتوا عليا إن أنا من بنات مصر الشاطرين. ده فخر ليا جدا كدا. إن أنتوا شايفيني كده. شكرا يا محمد. ايه حكاية كوميكانو كورنر؟ كوميكانو كورنر هو مشروع ابداعي قايم في الاساس ان احنا نصنع ادوات تنميه مهارات للاطفال ذوي الاعاقه من اعاده تدوير مخلفات البيئه. ليه اعاده تدوير مخلفات البيئه بالذات؟ علشان احنا لقينا مشاكل كبيره جدا في طبيعه الادوات المصنوعه في السوق المصري، وهي ان في بعض الادوات بتكون مصنوعه من الخشب الثقيل، فالاطفال اللي عندهم فرط حركه وتشتت انتباه لو هيبروا داخل الجلسه ممكن الاداه تقع على رجلهم فتعورهم. وكمان الادوات بقى سعرها غالي جدا، فده ترتب عليه نتائج مختلفه ان المراكز تنميه المهارات بقت تجيب ادوات قليله فممكن تستخدم داخل الجلسه نفس الأداة بشكل متكرر، فالطفل يحصل له ملل أو الأداة ما تتكسر ما نقدرش نشتري غيرها فنتعامل بالباقي منها، فده يعرض الطفل للخطر لو حطه ببقه أو يحسسه بالإهمال إن الأداة ناقصة أو كده. فلقينا إن إحنا عندنا قدرة إبداعية إن إحنا نعمل أدوات مختلفة من إعادة تدوير مخلفات البيئة وليها أهداف برضو مختلفة يقدر يستخدمها المراكز اللي مش بتقدر تشتري الأدوات اللي سعرها عالي جدا، نفس الوقت يكون في تنوع حس ان الطفل ما يحسش بملل. ده القسم الاول عندنا. القسم الثاني احنا لقينا ان بعض القصص موجوده في السوق بدات تكون فيها الوان كتير جدا والكادرات فيها متفرقه، فالطفل اللي عنده صعوبات ذاكره ممكن كل ما نقلب ورقه كل ما نقلب ورقه هو ما يفتكرش الورقه اللي قبلها كان فيها ايه. فقررنا ان احنا نعمل قصص مصوره اللي هي الكادرات فيها بتكون متتاليه، بتكون فيها الكلمات اقل من الصور بحيث ان الطفل ذوي الاعاقه الذهنيه عنده الاستيعاب اقل فيستوعب ويتخيل اكتر. وكمان اللي عنده صعوبات ذاكره يكون شايف الكادرات جنب بعض فبالتالي ده يساعده على الربط والتسلسل المنطقي. فقررنا نعمل كوميكانو كورنر بيجمع بين الاثنين عشان شفنا ان ده هيحقق للطفل ذوي الاعاقه بيئه امنه وفي نفس الوقت تنوع في تنميه المهارات الخاصه بيه. طيب ده جميل جدا. ايه طبيعه المواد اللي بتستخدموها؟ احنا بنستخدم كرتون وبلاستيك، بس طبعا عشان الكرتون بيكون خفيف وممكن الطفل برضو يقطعه فاحنا بنعززه بطبقه نصيبيان. النصيبيان ده هو عباره برضو عن كرتون، بس كرتون تقيل شويه، بس لو وقع على رجل الطفل مش بيأذيه، وبرضو لو وقع على الارض مش بيتكسر. يعني احنا حاولنا ناخد الاداه دي او الخامه دي لان الخامه دي بتثبت قوي مش بتتكسر، وفي نفس الوقت لو وقعت على رجل الطفل لو حصل هيبرة معينة ما تأذيهوش برضو أو تعوره. نستخدم غطيان البلاستيك، وقبل ما بنستخدمه طبعا بنغسله كويس، بنحط عليه كحول وليمون وبننشفه شوية تمام، بحيث ان طبعا عشان الهواء والتلوث وكده. وده بيكون أساس في تثبيت الصور أو إبرازها، يعني احنا بنستخدمه عشان نبرز الصورة بحيث تكون قريبة من وش الطفل أكتر، بيعرف يتخيلها أكتر، محدودة أكتر بالنسبة له. دول الاكثر خامتين احنا بنستخدمهم دلوقتي او ادوات معاد تدويرها يعني. اكيد. طيب فكره ان احنا بنشتغل على حاجات يعني معاد تدويرها بشكل او باخر والاطفال بتشتغل عليها، القصص يعني فكره ان انت عملتي ده مع قصص وبتشتغلي بمواد بسيطه وسهله وموجودة في البيت، ده ممكن يحقق انتشار أكتر ويساعد إنها تبقى منتشرة في أماكن مختلفة وتبقى موجودة في الحضانات وتبقى موجودة في مراكز التدريب المختلفة؟ ده ممكن طبعا يحقق انتشار أكبر. لأن أول حاجة زي ما قلت لك غلاء الأسعار إحنا شوية هنتغلب عليه، فلو المركز تنمية المهارات بيجيب أدوات مصنوعة مثلا ب 2000 جنيه ويكونوا أربع أداة بس، هو ممكن يجيب 10 أو 11 متنوعين وليهم نفس الأهداف وشكلهم برضو لطيف ولذيذ بنفس السعر او يمكن اقل، فده هيساعد على انتشاره. بلس اني ممكن الام نفسها اللي قررت ابنها ما يكونش يروح المركز لسبب او اخر، لان في اسباب مختلفه كتير بتخلي اولياء الامور بعضهم ما يودوش الاولاد مراكز طبعا،
تقدر برضو تستخدمها في البيت، لان احنا بنديها طريقه استخدام وبنشرحها ازاي تقدر تستخدمها، فده بينتشر داخل المنازل كمان. يعني ده يمكن اكتر حاجه بتساعد على انتشاره. انت درستي الكلام ده يا سهى؟ انا خريجه ليسانس في الاداب والتربيه في قسم علم نفس وماستر تربيه خاصه، وكنت بدرس ده من وانا في ثالثه كليه، ان احنا ازاي نعمل ادوات ننزل بيها المدارس نشرحها اصلا للطلاب وكده. بس حقيقي كنت بقع في اخطاء كتير جدا وانا في ثالثه ورابعه كليه، فالاخطاء دي خلتني اعرف ده مناسب ده مش مناسب، انا ممكن استخدم اللون ده ممكن ما استخدمش اللون ده، ممكن استخدم، كنت زمان بستخدم فوم دلوقتي مش بستخدم فوم، عشان الدراسات بتقول ان في بعض المواد المسرطنه الموجوده في الخامات دي، فتعلمت اكتر. بعد كده اشتغلت في مراكز تنميه مهارات بعد ما اتخرجت، وكنت بقى بشوف الادوات وبصنع انا الادوات دي وبعمل انشطه كتير، فبالتالي كنت بعرف بقى ايه العناصر اللي اقدر اعمل منها اداه امنه الى اخره. يعني خلينا نشكرك يا سهى على المجهود الكبير اللي عملتيه، الفكره، فكره استخدام المواد من جديد، فكره استخدام مواد زهيده الثمن بحيث انها تبقى في امكانيات الجميع، فكره ان انت عامله زي حاجه شبه مانوال او حاجه تقدر تساعد الاهالي انهم يشتغلوا في البيت في حاله انهم مش بيروحوا مراكز التدريب. كل الشكر ليكي سهى عبد الناصر، مؤسس مشروع كوميكانو كورنر للصناعات الابداعيه، شكرا جزيلا ليكي. دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شاركت مصر في الاجتماع الوزاري في إسبانيا حول القضية الفلسطينية، والذي أصدر بيانا مشتركا تضمن المطالبة بإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وممر فيلادلفيا. ورحب ممثل مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وممثلو كل من أيرلندا والنرويج وسلوفانيا وإسبانيا بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 من يوليو الماضي. كما جدد البيان التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده مصممة على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المزيد من الأدلة الشهر المقبل. ومن المقرر أن تقدم جنوب أفريقيا بيانا بالحقائق والأدلة إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل لدعم قضيتها. ودعا رامافوزا إلى وقف الإبادة الجماعية وتنفيذ وقف لإطلاق النار فضلا عن إعادة المحتجزين. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة. وأكد الدفاع المدني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة تأوي نازحين في منطقة العطار بمدينة خان يونس، مما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين. هذا وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين في مدينتي غزة ورفح الفلسطينية. كما أفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت روضة العلياء التي تأوي نازحين في مخيم جبلية شمال القطاع، مما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين. وأشارت الوكالة إلى أن 6 فلسطينيين آخرين بينهم 3 أطفال وامرأة استشهدوا في قصف الاحتلال لمنزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينتصر في الحرب على أوكرانيا. جاء ذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وفي السياق نفسه ذكر بيان للبيت الأبيض أن بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عبر خلال اجتماعهما عن القلق بخصوص إمداد إيران وكوريا الشمالية لروسيا بأسلحة وصفاها بالقاتلة في حربها الدائرة مع أوكرانيا.
حذرت الأمم المتحدة من استمرار تقديم المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة والذخيرة إلى القوات الأوكرانية بشكل ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إنه يجب أن يكون أي نقل للأسلحة والذخيرة متوافقا مع الإطار القانوني الدولي المعمول به، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تفرض في بعض الحالات عقوبات وتدابير تقييدية على مثل هذه التحويلات. وأشارت الممثلة الأممية إلى أن شحنات الأسلحة تضمنت أسلحة تقليدية ثقيلة وذخائر وأنظمة صواريخ. أعلن الجيش الأمريكي أن 4 من قادة تنظيم داعش الإرهابي قتلوا في غارة مشتركة مع القوات العراقية في غرب العراق في 29 من أغسطس الماضي. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الغارة أسفرت عن مقتل 14 من عناصر التنظيم الإرهابي، مشيرة إلى أن أحد القادة الأربعة الذين قتلوا هو أحمد حامد العيثاوي، كان مسؤولا عن جميع العمليات في العراق. ورياضيا، فاز منتخب مصر لكرة اليد للشباب في ربع نهائي بطولة أفريقيا المقامة في تونس خلال الفترة الحالية على منتخب ليبيا بنتيجة 39-15 في مباراة شهدت سيطرة مطلقة للفراعنة. وكان منتخب شباب كرة اليد قد حسم تأهله إلى ربع النهائي كأول مجموعته بعد الفوز على المغرب بنتيجة 29-27 في إطار ثالث مواجهاته في البطولة التي تستمر حتى 16 من سبتمبر الجاري. ختام موجز 8 فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. انطلقت فعاليات معرض معا لذوي الهمم والاحتياجات الخاصه للحرف اليدويه والاشغال الفنيه في دورته الثانيه، ده طبعا بجانب تقديم حفلات فنيه وثقافيه واللي بيتم تنظيمه بمقر بيت السناري الاثري التابع لمكتبه الاسكندريه. المعرض بيضم مجموعه من الاشغال الفنيه والحرفيه وكمان اليدويه من صنع ابطالنا من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصه، وكمان المشغولات دي بتشمل عدد كبير من الفنون زي بقى رسم ونحت وخياطه وخزف وصناعه اساس، حاجات كتير جدا وكلها معموله بمنتهى الفن. خلينا نتابع اكتر التفاصيل مع المهندس هيثم مهيب مدير بيت السناري التابع لمكتبه الاسكندريه. يا باشمهندس صباح الفل عليك. صباح الخير، اهلا بيك. اهلا وسهلا. لما نيجي نتعرف على تفاصيل المنتجات اللي بيشمل عليها معرض معا في دورته الثانيه. طبعا الدوره الثانيه دي ثاني سنه على التوالي نعمل معرض معا. طبعا كانت دوره ناجحه الدوره الاولانيه، بس الحمد لله الدوره الثانيه انجح وتنظيم افضل بشهاده الحضور والعارضين. بيشارك معانا الدوره ديت 25 عارض من مجالات مختلفه من الفنون. طبعا جهزنا له قبلها بفتره، من حوالي شهرين بنجهز، عملنا مجموعه من الدورات وورش العمل الخاصه لذوي الهمم اللي يعني نشطتهم وعملت يعني زخم في المعروضات بتاعتهم، ولقينا طبعا افضل العناصر اللي شاركوا معانا برضو السنه دي في معرض معانا. عظيم. طيب باشمهندس، يعني احنا شفنا وتابعنا كتير من المعارض وبنشوف كمان يعني تمكنهم كمان، يعني احنا في معرض القاهره الدولي للكتاب كان في جناح خاص لذوي الهمم، هذا الجناح كان فيه مجموعه كبيره من ذوي الهمم وكانوا عارضين مشغولات يدويه كلها غايه في الروعه وغايه في الدقه والاتقان. ازاي بيتم اختيار العارضين المشاركين في مثل هذه المعارض؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك كان في مجموعه من الورش والدورات التدريبيه، بالاضافه ان احنا كان في مجموعه كبيره شاركوا معانا او من خلال الاعلان اللي قدمناه على مكتبه اسكندريه قدمته. تمام. شارك معانا مجموعه كبيره، احنا اخترنا افضل العناصر اللي بيتميزوا بالحرفيه والجوده في فن العمل نفسه، واديناهم فرصه ان هم يعرضوا المعروضات بتاعتهم معانا. طبعا كل ده طبعا بتجهزه مكتبه اسكندريه مجانا لاخواتنا من ذوي الهمم، كل التجهيزات والمكان نفسه والدعايه كله، بالاضافه ان احنا برضه في نوع من انواع الدعم، بنقدم بعض العروض الفنيه يوميا عشان يحضر مجموعه كبيره من الجمهور ويشوفوا الشغل الجميل بتاعهم اللي هم مقدمينه السنه دي. طيب عدد المشاركين تقريبا وصل لكام؟ وكام منهم من المشاركين الدائمين وكام منهم اول مره يشاركوا؟
طبعا معانا السنه دي حوالي 25 معارض، السنه اللي فاتت كانوا حوالي 16، ففي حوالي يعني 9 جداد، بالاضافه طبعا اللي كانوا مشاركين من المؤسسات وافراد المؤسسات حاولوا برضو يعني السنه دي المشاركين غير اللي كانوا مشاركين السنه اللي فاتت، بحيث يبقى في فرصه لاكبر عدد ان هو يشارك في المعارض دي. عظيم، جميل ان كل معرض بيتطور عن المعرض اللي قبله في النسخ السابقه يعني، وجميل كمان انه بنختار الناس اللي بيشاركوا في هذا المعرض بحيث ان يبقى الكل شارك. واعتقد ان احنا برضو سنه عن سنه الموضوع بيختلف، فبالتالي ممكن السنه الجايه يكون مثلا مساحه المعرض اكبر شويه، عدد الايام بتاعه المعرض اكبر، فنحتاج عدد اكبر من العارضين. بالظبط، وده اللي فعلا بدانا نشتغل عليه من دلوقتي، ان احنا نجهز المعرض اللي جاي بحيث يبقى العدد اكبر والفتره نفسها تقعد اكبر، عشان يقعدوا اكبر فتره ممكنه ويبقى اكبر عدد ممكن يشارك معانا. طب احنا مده المعرض الحالي قد ايه؟ هي 3 ايام من الخميس للسبت. النهارده طبعا الختام هيكون معانا بالليل في عرض فني برضو مصاحب للمعرض عن السيره الهلاليه. طبعا وبرضه من خلالكم برضه الجمهور ان يجوا يتفرجوا على المعروضات بتاعتهم الجميله، ويتبسطوا برضه معانا بالعروض الفنيه اللي بتقدمها مكتبه اسكندريه. هم اللي هيقدموها برضه العروض دي، هم اللي هيقدموها؟ لا، العروض دي بتبقى فرق يعني فرق معروفه وكده، بحيث يبقى ليها جمهور عشان الجمهور نفسه ده يعمل زي زخم للمعرض كمان. تمام. ده برضه بيختلف عن السنه اللي فاتت، يعني السنه اللي فاتت كان في بعض الحفلات لذوي الهمم، دي بقى اشتغلنا عليها بقيه السنه، وان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في عروض كتير فيهم خلال السنه. هل بيبقى في معسكرات مثلا بتتعمل للشباب مده معينه يقدروا يطلعوا منها انتاجهم؟ هل في حاجه كده بتتعمل، او ميعاد بيبقوا متفقين بيقعدوا يشتغلوا فيه، جربوا انهم ينسقوا انهم يشتغلوا حاجات مع بعض، ولا كل واحد بيعرض بشكل فردي؟ لا، احنا الاول قعدنا شهرين كان في مجموعه من ورش العمل، ودي نقينا منها من خلالها يعني افضل العناصر، بالاضافه طبعا المعرض نفسه بيديهم فرصه ان هم يتبادلوا الافكار والخبرات، وبيعمل نوع من انواع التواصل بينهم وبين بعض، ان هم ازاي يقدروا يمزجوا الحرف مع بعض، وازاي يطوروا من الفنون بتاعتهم وقدراتهم. عظيم، كله من اسكندريه؟ كل المشاركين من اسكندريه؟ لا، من مختلف المحافظات. طب كويس قوي، يعني دي حاجه بتقام كمان يعني على هامش موسم الصيف، وان لسه يعني الصيف ما خلصش. بالظبط. جماهيريا بقى يا باشمهندس، احنا ازاي بنعمل دعايه اكبر للمعرض؟ طبعا عملنا دعايه كتيره من خلال الفيسبوك، من خلال طبعا اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الميديا، من خلال الصحف، فلا وكمان بقول لحضرتك الحفلات دي بتزود عدد الاقبال بكميه كبيره يعني. عظيم. كل شكر ليك يا فندم المهندس هيثم مهيب، مدير بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، ألف شكر لحضرتك. منظمة الصحة العالمية أعلنت في بيان رسمي عن لقاح جديد اسمه MVABN، وهيكون أول لقاح رسمي وفعلي للتصدي لجدري القرود. إيه التفاصيل وإيه حكاية هذا اللقاح؟ وإيه مدى تأثيره على مكافحة هذا المرض؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها دلوقتي من الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة المصرية للمصل واللقاح، اللي معانا دلوقتي على التليفون. يا دكتور أمجد صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على السادة المشاهدين. يا أهلا بحضرتك. لقاح جديد بتعلن عنه منظمة الصحة العالمية، أهمية هذه الخطوة؟ طيب، في ظل وجود تفشيات عالمية في بعض دول أفريقيا مشكلة جدري القرود في نسب وفياته العالمية، يعني احنا لو قارنا نسب الإصابات والوفيات، نسب الوفيات عالية جدا مقارنة بنسبة الإصابات، ولكن ما نقدرش نقول إن دي جائحة أو وبائية محدودة، ولكن منظمة الصحة العالمية لما أعلنت خطورة الموقع وأعلنته درجة وبائية بسبب قدرته على الفتك ونسب وفياته العالية وليس قدرته على الانتشار. فلما حصل في وبائيات ونسب وفيات منظمة الصحة العالمية كان في لقاحات تم تعديلها، اللي هي كانت بتستخدم زمان في جدري البشر، لأن طبعا جدري البشر ده انتهى من العالم في أواخر السبعينات أوائل الثمانينات، وكان ليه لقاح بيتم أخذه وكان بيدي مناعة وأنهى عن هذا المرض نهائيا. اللقاح ده لما جم عدلوه واستخدموه ضد جدري القرود أثبت فعالية إن هو بيدي فعالية تصل إلى 85% إذا أخذ فيه جرعتين فاصل شهر ما بينهم، فتم تعديله وموافقة منظمة الصحة العالمية عليه وأقرته بالفعل، وهو بيؤخذ جرعة الآن وجرعة بعد شهر آخر، الجرعتين مع بعض ممكن يدوا فعالية تصل إلى 85%. طب مين السن المستهدف؟ هو حتى الآن كل الدراسات بتقول إن هو بيؤخذ فوق سن 18 سنة، ولكن في بعض الدول في الموافقات الطارئة في حالة وجود جائحة وبائية ممكن ينزل بالسن.
طب احنا دلوقتي نقدر ننزل بالسن ولا يتاخد ازاي؟ لا، حتى الان هو يؤخذ فوق 18 سنه فقط لا غير، لان احنا مش في درجه وبائيه عاليه عالميا ان احنا نقول لا ان هو هيعمم اخذه لكل الفئات العمريه. طب احنا مطالبين ان احنا ناخده هنا؟ لا، الحمد لله مصر ما عندهاش ولا حاله ضد جدر القرود نهائيا، ولكن منظمه الصحه العالميه بتوفره في الدول اللي حصلت فيها وبائيات زي الكونغو. الفئات الاكثر خطوره كبار السن اصحاب الامراض المزمنه هم دول اللي هيبتدوا يتطعموا في الدول اللي حصل فيها وبائيات زي دوله الكونغو. طيب هل الحاله الوبائيه تستدعي وجود يعني لقاح استباقي؟ يعني احنا حاسين انه برغم انه هو موجود الا ان الوضع ما يعني قابل للسيطره تماما، ليه بقى في لقاح استباقي للجدري القرود خصوصا انه الناس حاسه ان هو ما لحقش ياخد وقته في الاختبارات؟ طب من جهه اخذان وقته احنا قلنا ان دي لقاحات معدله كانت بتستخدم قبل كده في جدر البشر وانتهى، والشركات بتحتفظ بسلالات ليها وتم تعديلها واقرارها لجدر القرود، فبالتالي مش فكره كورونا ان هو لقاح مستحدث. لا، ده مش مستحدث، هو هيتم اخذه معدل وليس مستحدث. بالفعل هو معدل ليس مستحدث ويتم اخذه في جدر القرود. طب احنا مضطرين ناخده ولا لا؟ يا منظمه الصحه العالميه ما قالتش ان كل العالم هياخده، هو في الدول اللي حصل فيها وبائيات وانتشار محدود زي الكونغو اللي فيها نسب وفيات عاليه جدا، لان بعض دول افريقيا نسب الوفيات بالنسبه لنسب الاصابات تعتبر نسبه كبيره جدا جدا ومقلقه. ما هي نسب الوفيات ونسب الاصابات دي موجوده في اي فئه عمريه، حضرتك قلت اللقاح بيتاخد من بعد عمر 18 سنه وبنقدر ننزل بالعمر شويه لما في حاله الوباء، بس مش هقدر ننزل مثلا من لقاح بيتاخد ال 18 سنه نقدر ننزل بيه لسن سنتين وثلاثه والاطفال الرضع. طب هقول لك، هو طبعا هو اي لقاحات لما بتم التجارب السريريه عليه زمان تم تجربته على الفئه دي، لكن هو ما قالش ان في ضرر على الفئه الثانيه، لكن انت بتقيمي الوضع وبائيا ما بين خطوره موقف في دوله بيموت فيها ناس كتير جدا، وان انت زي ما جربنا في كورونا نزلنا بفئات مستحدثه لان كان في وباء وكان في خطوره عالميه كبيره جدا، كذلك ممكن النزول بالسن في حاله وجود خطوره ان احنا نشوف نقارن ما بين وبائيات المرض ووفياته العاليه وما بين اللقاح ده هنجربه لسه ولا لا، وده اللي كان بيحصل في كورونا ان تم اقراره لفئات عمريه قبل ما يتم التجارب السريريه الكامله عليه. لكن ده مش هيتم دلوقتي لان احنا لسه ما قلناش ان في وبائيات خطيره حتى الان. هي منظمه الصحه العالميه ادتوا شحنات لبعض الدول اللي عندها وفيات كتير جدا للفئه اللي فوق 18. هننزل بالسن ولا لا على حسب وبائيات المرض وخطورته، هيتم ده في المستقبل هنشوفه لسه، لكن لحد دلوقتي هو يؤخذ فوق سن 18 سنه، فئات اللي هي ضعاف مناعيا اصحاب الامراض المزمنه، فئات الاكثر خطوره الاكثر عرضه في بعض الدول مش كل الدول، ولا يعمم على الاطلاق لان احنا بنقارن ما بين الدرجه الوبائيه وخطوره الموقف وفائده اللقاح. حتى الان ما فيش مدعي ان احنا نعمم فكره اللقاح عالميا الا في الدول اللي احنا قلنا ممكن يتم استهدافها اللي حصل فيها وبائيات ونسب وفيات عاليه. طيب هل نسب الوفيات بتكون عاليه في كل الدول اللي موجود فيها الوباء ولا ممكن الانظمه السلاله المنتشره حاليا نسبه وفياتها عاليه مقارنه باصاباتها؟ نسب الوفيات تعتبر عاليه جدا، مش ما فيش اصابات انتشار عالمي جديد جدا، ولكن الحالات اللي فيها اصابات نسب الوفيات فيها عاليه خصوصا طبعا امراض المزمنه واصحاب يعني الموضوع ملوش علاقه مثلا بالنظام الصحي في كل دوله. لا، هو الفيروس نفسه حدته، عشان كده منظمة العالمية أعلنته حالة طارئة، هي أعلنته حالة طارئة مش على سبب انتشاره على عكس كورونا، أعلنته حالة طارئة بسبب قدرته على الفتك وسبب نسب وفياته العالية. منظمة الصحة العالمية بتعلن حالة الطارئ في حاجتين، فيروس شافه في انتشاره السريع شديد جدا وفي خطورة فبالتالي بقى لحالة الطوارئ، أو ما فيش انتشار سريع بس نسب وفياته عالية فبالتالي برضه بقى لحالة الطوارئ. أكيد. طيب فيروس كورونا ما قضاش على كورونا ولكن ساعد الناس إنها تقدر تقاوم، هل اللقاح ده يقدر إن هو يقضي على جدري القردة فعلا؟ طب في فرق كبير جدا ما بين جدري القرود وبين كورونا. ليه؟ لأن كورونا فيروس غزازي سريع الانتشار، الشخص كان ممكن يعدي من 10 ل 20 فرد، على عكس جدري القرود إن الشخص يجب أن يكون فترة كبيرة جدا للتلامس ما بين الشخص وما بين الشخص المصاب، فبالتالي فكره انتشاره رذاذيا هي محدوده، او فكره تحول الوباء هي محدوده. عظيم. ليه؟ لانه مش فيروس رذاذي، فبالتالي تحول الوباء هي فكره بنسبه كبيره جدا كجائحه منعدمه، فبالتالي ان احنا تعميم اللقاح برضو مش هيكون بنفس فكره كورونا لانه مش انتشار، ما فيش انتشار عالمي، ولكن الدول اللي حصل فيها وباء وفيات منظمه الصحه هتدعمها باللقاحات لحمايه هذه الفئات الاكثر خطوره حتى الان. عظيم. طيب دكتور امجد، الشيء بشيء يذكر، نذكر الناس دلوقتي باعراض هذا المرض. طيب المرض ده في اول 3 ايام من اعراضه للاسف يتشابه مع اعراض البرد والانفلونزا، ارتفاع حراره اللي هي الحمى، الام في العظم، وهن عضلي،
صداع شديد جدا، التهاب في الغده الليمفاويه. في اليوم الرابع من الاصابه بيظهر طفح جلد مميز اللي هو جدل القرود. طب احنا قلقانين؟ لا مش قلقانين، لاننا لازم وجود شخص مصاب عشان ينقل العدوى وتلمس جلده او اشياء او مستلزماته لفتره كبيره، فبالتالي عدم وجود مصدر العدوى غير مقلق. فبالتالي ما فيش خوف ان احنا لو جالنا شويه برد وانفلونزا وشطط حساسيه نقول ان ده جدل القرود. حتى الان جدل القرود ما فيش ولا حاله في مصر، ولكن الاعراض دي اللي بنقولها دي اللي هي موجوده في الدول الافريقيه او بعض الدول اللي حصل فيها انتشار لهذا المرض. اكيد كل الشكر ليك الدكتور امجد الحداد، استشاري الحساسيه والمناعه بالهيئه العامه المصريه للمصل واللقاح، شكرا جزيلا ليك. دلوقتي مشاهدينا نروح لدينا ومعاها ابرز الاخبار الرياضيه. شكرا ليك يا شاذلي، وفعلا دلوقتي جيب معادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. امبارح وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي العاصمة الكينية نيروبي استعدادا لمواجهة فريق جرماهيا في ذهاب دور 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وغادرت بعثة الأهلي القاهرة بعد خوض مران صباحي بملعب التتش، وبيستعد الأهلي لخوض ضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام جرماهيا الكيني، وذلك في الثالثة عصرا يوم الأحد المقبل على ملعب نيايو الوطني. الاتحاد الافريقي لكرة القدم وافق على طلب الزمالك بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال المدير الفني الأسبق لفريقه، وده قبل مباراة الفريق أمام الشرطة الكيني واللي هتتلعب النهاردة في ذهاب دور 32 لبطولة كأس الكونفدرالية. منتخب شباب كرة اليد فاز على منتخب ليبيا بنتيجة 39-15 في ربع نهائي بطولة افريقيا بتونس، وبكده بيتأهل منتخبنا إلى نصف النهائي. الموقع الرسمي للدوري الانجليزي الممتاز اعلن عن اختيار النجم النرويجي هالاند كافضل لاعب في اغسطس بالبريمير ليج بعد البدايه القويه للموسم مع مانشستر سيتي، وسجل هالاند 7 أهداف في 3 مباريات بالدوري. البرازيلي رافينيا لاعب برشلونه حصل على لقب افضل لاعب في الدوري الاسباني لشهر اغسطس وفقا لاستفتاء رابطه الانديه الاسبانيه الليغا. نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن تجديد عقد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون بعقد طويل الأمد حتى عام 2033 القادم، ليستمر بشكل رسمي رفقة تشيلسي لمدة 9 سنوات قادمة. فريق الريان اللي بيلعب فيه محمود تريزيجيه حقق فوز كبير على فريق الشحانية بنتيجة 4-2، ده في افتتاح الجولة 4 من دوري النجوم قطر اللي أقيمت على استاد أحمد بن علي المونديالي. بروسيا دورتموند حقق الفوز على فريق هاينهايم بنتيجة 4-2 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب سيجنال إيدونا بارك، وده ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني، وتصدر دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني بشكل مؤقت برصيد 7 نقاط، بينما بقى هاينهايم برصيد 6 نقاط في المركز الثاني. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هنروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. لسه آثار مصر القديمة ما كشفتش كل أسرارها، كتير مننا لسه بيقعد يفكر كده يا ترى معجزاتهم العلمية دي هتقدر تخلص إمتى، وقدروا يوصلوا لكل الحاجات دي إزاي من آلاف السنين وإحنا لسه قاعدين بكل التكنولوجيا عمالين كل شوية نكتشف حاجات جديدة هم اكتشفوها. يعني مثلا في سؤال ظهر مؤخرا بيقول إزاي قدر المصريين القدماء إنهم يتغلبوا على ارتفاع درجة حرارة الجو من آلاف السنين؟ هو الجو أصلا كان حر قوي كده وكانوا بيعرفوا يتصرفوا في دي برضو نقطة مهمة نعرفها طبعا كل هذه التفاصيل. والسؤال الأهم إزاي قدروا فعلا أنهم يواجهوا حرارة الطقس عن طريق بعض الطقوس الحياتية اليومية؟ خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور خالد سعد المتخصص في الآثار المصرية اللي منورنا. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. يا أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي استطاع القدماء المصريين أن هم يتغلبوا على الارتفاع في درجات الحرارة؟ وزي ما كانت منا بتقول هل فعلا كان زمان في درجات حرارة مرتفعة؟
طبعا الكلام ده من حوالي 10,000 سنة حصل نوع من أنواع التغير المناخي في منطقة الصحراء الغربية، لأن الإنسان المصري كان عايش معظمه في منطقة الصحراء الغربية. لما حصل نوع من أنواع التغير المناخي ابتدى يتجه في اتجاه وادي النيل، ولما اتجه ناحية وادي النيل للمناخ طبعا المعتدل استقر بجوار وادي النيل وكون مجموعة الحضارات البدائية اللي هي حضارة المعادي والبداري ودرتاسة ونقادة ومرمدة بني سلامة وغيره. طبعا بيحصل كل فترة من الفترات نوع من أنواع التغير المناخي. طبعا المصر القديم كان عنده حاجة خاصة بالفلك اللي هي ان هو يعمل الاجنده الفلكيه مرتبطه بالاجرام السماويه ومرتبطه بالمناخ او بفيضان النيل، وبالتالي قدر يعمل الشهور بتاعه السنه مرتبطه بالزراعه. فعنده شهور متصله بشهر الصيف وشهور الصيف، وعنده شهور متصله بالنماء والحصاد، وعنده شهور متصله بالجفاف. وبالتالي في كل نوع من أنواع التغيرات المناخية كان بيبقى فيه نوع من أنواع اللي احنا بنسميه الممارسات الحياتية التي تتناسب مع الطقس أو مع الجو. وظهر المصري القديم في الجداريات بملامح مختلفة، طبعا ظهوره في مثلا الأعمال الحياتية أو اليومية زي ظروف أعمال الحقل وخلافه بيظهر باللون الشبه غامق أو النحاسي نظرا لسطوع أشعة الشمس على جسمه. وكانت الرجال دايما بتتسم بأن جسمها الجزء الأعلى بيبقى جزء عاري لسهولة الحركة. أما بالنسبة للسيدات فكنا يرتدين الكتان الأبيض، وده برضو بيتناسب مع طبيعة البشرة المختلفة من الرجل إلى السيد. الشيء الآخر إن المصري القديم ميز ما بين من يقوم بممارسة الطقوس داخل المباني المغلقة وما بين الذين يمارسون طقوسهم الحياتية في الأماكن المفتوحة. وبالتالي من يمارس حياته في الأماكن المفتوحة زي الحقول وزي الورش وخلافه كان بيتسم باللون الغامق، وكان احيانا بيبقى كثيف الشعر. وظهر كثير من التماثيل واللوحات بيظهر الراجل او السيده بيرتدي باروكه. الباروكه دي بيتم تغييرها، وده بيدل على نوع من انواع تصفيف الشعر. اما من يعمل داخل الاماكن المغلقه زي المعابد فكانوا بيبقوا حليقي الراس. ايضا المصري القديم استخدم انواع كتير جدا من اعمال التطهير او اعمال النظافه الشخصيه، والنظافه الشخصيه كانت بتمارس داخل المعابد عن طريق البحيره المقدسه وداخل البيوت عن طريق الاستحمام والتصفيف، لدرجه ان احنا عندنا مثلا تمثال في سويسرا لسيده مصريه اسمها فيرونا، هي من علمت الاوروبيين النظافه، والتمثال ده موجود في ميدان بازل، ولسيدة مصرية ترتدي الجلباب المصري وتمسك في يدها مشط وإناء. ومن أقدم التماثيل اللي موجودة في الحضارة في الحضارات القديمة تمثال بيرجع للدولة القديمة لسيدة بتقوم بتصفيف شعر ابنتها. فده دليل على أن المصري القديم كان بيعتني بالنظافة الشخصية، وبالتالي بيهتم جدا بفكرة التعامل مع التغيرات المناخية أو تغيرات الجو. وعشان كده بنلاقي الكتان الأبيض اللي بيعكس حرارة الجو السيدات كانت بترتديه. بس أنا مش عارفة بقى كان فيه وقتها أي نوع تاني من الملبوسات بترتديه السيدات غير الكتان الأبيض، أو كان الكتان بيتم صباغته ولا كانوا بيعتمدوا اللون الأبيض فقط؟ أولا صباغة النسيج دي اتعرفت منذ الدولة القديمة، وعندنا مناظر موجودة في مقبرة ميريلوكا طب. وفي مقبرة الأخوين في منطقة سقارة. لكن الكتان الأبيض هو النسيج الوحيد الذي يعطي للجسم نوع من أنواع الرطابة، يعني بيمتص درجة الحرارة
وبيعكس درجة إشعة الشمس إلى درجة كبيرة. المصري القديم كمان كل التكنولوجيا اللي احنا بنسمعها حديثا عن مرطبات الجسم وعن الكريمات اللي احنا بنسمعها زي مثلا الكريمات العاكسة لإشعة الشمس وخلافه، المصري القديم كان عنده من خلال منذ الدولة القديمة عنده مصانع للعطور ومصانع للكريمات، كان بيستخدمها كنوع من أنواع الدهانات المرطبة للجسم، لدرجة أن السيدات كنا يظهرنا في الحفلات وهم يضعون أقماعا من الدهون العطرية فوق رؤوسهن، حتى إذا زادت درجة حرارة الغرفة هذه الأقماع بتعمل نوع من أنواع الرائحة العطرة في الجو. وده يدل على أن المصري القديم إلى حد كبير تفهم اختلاف درجات الحرارة وتعامل مع اختلاف درجات الحرارة من حيث المصنع اللي هو بيقوم بتصنيعه من الزهور ومن العطور ومن من ناحية الملابس. طيب وحضرتك بتتكلم وبتقول عن الرجال دايما ملابسهم كانوا عورات الصدر وبيلبسوا في الجزء السفلي فقط، هل ده معناه انه كانش في شتاء؟ يعني احنا غالبيه النقوش اللي بنشوفها او على الجداريات وكل ما جاء عن المصري القديم كان كل الرسومات بهذا الشكل؟ لا، هو احنا عندنا مناظر وعندنا دكتور فتحي من اسكندريه كان مناقش رسالة الدكتوراه بتاعته في الملابس، وإحنا عندنا ملابس شتوية كتير جدا، بس عدد ظهور الملابس الشتوية في المناظر كان أقل، لأن عدد شهور أيام الشتاء بالنسبة لنا هم 3 أشهر من إجمالي 12 شهر، فإحنا الإجمالي عندنا الأكبر هو 9 أشهر، فظهور الإنسان في 9 أشهر كان أكبر من ظهور الإنسان في 3 أشهر، وبالتالي المناظر الملابس الصيفية هي أكثر انتشارا من ظهور الملابس الشتوية. طيب كانوا بيأكلوا إيه وقت الحر علشان ما يحسوش أن الجو حر زيادة؟ لا، إحنا لو دخلنا في الموضوع ده هنخش في تكنولوجيا الغذاء الصحي، ولم توجد حضارة في الكون عندها فهم للقيمة الغذائية للمنتج الغذائي زي المصريين القدماء. وهندي على سبيل المثال لأن المصري القديم ما كانش بياكل أكل يتناسب مع درجات الحرارة فقط، ده كان بياكل أكل يتناسب مع الصحة العامة ومع الضغط الجوي، ارتفاع الضغط. يعني المصري القديم كان بيصرف للعمال اللي بيقوموا ببناء الهرم الثوم والبصل، وثبت ان الثوم والبصل بيساعد على زياده نسبه الاكسجين في الرئه، فالناس اللي بتشتغل في المناطق العاليه بيصرف لهم ثوم وبصل. احنا عايزين نفكر انه بس ناتشرال انتيبيوتيك ومضاد حيوي طبيعي وفقط لا غير، لكن لا، ده بيعمل ايه بقى؟ بيزود ده ساينتفك بابليكيشن الجديد اللي هو بتقوم عليه مراكز الابحاث الغذائيه اللي بتثبت يوم بعد يوم ان المصري القديم كان عنده ادراك تام بنوع المنتج الغذائي الصحي، وكل نوع كل ده عنده 42 نوع من المخبوزات الصحية. يعني في نوع من الخبز بالقمح وخبز بالحلبة وخبز بالشعير وخبز بالبردي. تخيلي التصنيف كان بياكل جلوتين فري بقى، يعني تخيل حضرتك التصنيف ده دي حاجة هايلة جدا. طبعا طبعا. الشيء الآخر إن هو كان عنده نوع من أنواع الحبوب لعلاج الضعف العام، وعنده نوع من أنواع المشروبات لعلاج مثلا أمراض المعدة، لدرجة إن إحنا عندنا بردية اسمها بردية هارس فيها 420 تشخيص مرضي. يعني الأطفال حتى إحنا دلوقتي بنستخدم نفس الأساليب المصرية القديمة. الطفل اللي عندما يولد بيشعر كثيرا بالمغص، فبيسرق إحنا بنوصف ليه اليانسون والكراوية. المصري القديم كان بيعمل كده. المصري القديم كان بيعالج أمراض مثلا النظر بماء البصل، كان بيعالج مثلا شمع الأذن بماء البصل الدافئ.
كان بيعالج برضه في كله مضادات حيويه، كل ده مضادات حيويه حاليا ما تقوم به من تصنيع الادويه في شركات الادويه العالميه هو ما هو الا اقترار للحضاره المصريه بمنتجاتها. طيب دكتور، احنا دلوقتي واحنا بنبني البيوت بنحاول نستخدم بعض المواد اللي ممكن تعزل شويه اشعه الشمس فتقلل من الاحساس بارتفاع درجات الحراره داخل المنزل، بقى نستخدم بعض العوازل مثلا على الاسطح او كده، هل قديما كان ده معروف؟ طب انا عايز اقول لحضرتك ان الـ انت ليه ما بنلاحظش ان عدد المساكن اللي موجوده في الحضاره المصريه قليله؟ يعني احنا عندنا الكم الاكبر من الاثار هي عباره عن معابد ومقابر. ليه المساكن بتاعت المصريين القدماء عددها قليل؟ لان هو لان هو كان بيبني من ماده قابله للتجديد. يعني ايه؟ بيبني من الطين. فلما بيحصل الفيضان بيحصل شويه تعديل لزياده منسوب الارض، فبيقوم يعمل اعاده للبناء مره اخرى. فمعنى كده ان هو بيبني بيته تقريبا كل سنه. فمعنى كده البناء بالطين هو بناء صحي 1000%، مش 100%، 1000%. لما في فرق بقى ما بين البناء بالطين في وادي النيل والبناء بالكرشيف في الظهير الصحراوي، وده تكنولوجيا اسمها تكنولوجيا الردة إلى المباني البيئية. يعني المصري القديم قسم طريقة البناء حسب الموقع الجغرافي اللي بيبني فيه بيته؟ حضرتك دلوقتي عندك واحد من أحسن 10 فنادق في العالم فندق مصري مبني بالكرشيف في سيوة، وهو الملح والرمل والجير. معنى كده أن المصري القديم فاهم للمنتج البيئي اللي هيبني بيه. الجزء الثاني المدينة الأتونية اللي تم الكشف عنها، ما هي مبنية من قوالب التين المخلوطة بالقش، ولغاية فترة 50-60 سنة كانت بيوتنا في الأرياف برضو مبنية بالطوب المبني بالقش. الحاجة الغير كده إن كان في حاجة اسمها مصائد الهواء. يعني إيه مصائد الهواء؟ تحريك الهواء داخل داخل المنزل دون اللجوء إلى وسائل الحديثة لإنتاج الهواء أو للترطيب أو لغيره. الحاجة الرابعة كان في حاجة اسمها المباني الأسطوانية أو المقبية، اللي هي بتضيف إلى المنزل جزء من الرطوبة، يعني بتضفي على أجزاء من المنزل جزء من الرطوبة، ففي شدة الحرارة تجدي أن المناء الأسقف المقبية بتعمل نوع من أنواع الرطوبة أو درجة البرودة داخل المنزل، تختلف عن الأسطح المسطحة اللي هي بتبقى درجة الحرارة مباشرة عليها أو بشكل مباشر فبتسيب درجة حرارة عالية في البيت. ده كل ده تفهم المصري القديم لنوعية العمارة، وإحنا أحسن دولة في الكون في العمارة، لدرجة إن الجمعية الدولية للعمارة اللي موجودة في بريطانيا مصنفة مصر أحسن دولة في العمارة القديمة. أنت عندك العمارة الدائرية منذ عصور ما قبل التاريخ، عندك عمارة الأهرامات أجمل عمارة موجودة في العالم، عندك أجمل عمارة قبطية في العالم، أجمل عمارة إسلامية في العالم، أجمل عمارة حديثة ومعاصرة في العالم. أنت مش محتاجة أكتر من كده. المعماري المصري طول عمره مبدع في استخدام الماتيريال الطبيعية أو المواد أو الخامات الطبيعية في زيادة نسبة الصحة لساكني هذا العقار. هل كانوا بيستخدموا هوايات طيب؟ يعني احنا كنا بنشوف على جدران المعابد مثلا استخدام الهوايات للملوك. لا، هو كان اولا نوع من انواع الرمزية. يعني الملك لازم يظهر بمجموعة من الخدم. وده نوع من انواع الرمزية، زي مثلا الصولجان، زي العصاية وخلافه. لكن المصري القديم كل العمارة الموجودة سواء العمارة الجنائزية او العمارة السكنية كان فيها حساب لنسبة دوران الهواء او تخلل الهواء ما بين اجزاء المبنى المعماري لزيادة الصحة العامة. يعني المصري القديم كان عمره كان حتى بيقاس العمر من خلال العمارة، العمر بتاعه كان مختلف. وحتى كمان لما كان بيقوم بعملية الدفن
لموتاه كان بيدفن في اماكن بعيده حتى لم يترك شيء للصدفه زي ما بنقول. كل الشكر لحضرتك دكتور خالد سعد استاذ الاثار، شكرا جزيلا يا فندم. تحت امرك. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم الانباء مع دينا، اتفضلي يا دينا. شكرا لك. من التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. رحبت مصر بقرار الأمين العام للأمم المتحدة استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه والإعلان عن تولي ريتنو مرسودي وزيرة خارجية إندونيسيا هذا المنصب الأممي مطلع شهر نوفمبر. وكانت مصر قادت بالاشتراك مع ألمانيا تحركا موسعا على مسار الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2023، ونجح التحرك في حشد دعم 151 دولة بهدف استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه. ويعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة باستحداث المنصب الأممي تتويجا للجهود المصرية في تطوير العمل متعدد الأطراف لمواكبة التحديات المستحدثة. شاركت مصر في الاجتماع الوزاري بإسبانيا حول القضية الفلسطينية، والذي أصدر بيانا مشتركا تضمن المطالبة بإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وممر فيلادلفيا. ورحب ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وممثلو كل من أيرلندا والنرويج وسلوفانيا وإسبانيا بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو الماضي. كما جدد البيان التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده مصممة على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المزيد من الأدلة الشهر المقبل. ومن المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا بيانا بالحقائق والأدلة إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل لدعم قضيتها. ودعا رامافوزا إلى وقف الإبادة الجماعية وتنفيذ وقف إطلاق النار فضلا عن إعادة المحتجزين. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة. وأكد الدفاع المدني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمات تؤوي نازحين في منطقة العطار بمدينة خان يونس، مما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين. هذا وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين في مدينتي غزة ورفح الفلسطينية. كما أفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت روضة العلياء التي تأوي نازحين في مخيم جبالية شمال القطاع، مما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين. وأشارت الوكالة إلى أن 6 فلسطينيين آخرين بينهم 3 أطفال وامرأة استشهدوا في قصف الاحتلال منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينتصر في الحرب على أوكرانيا. جاء ذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وفي السياق نفسه ذكر بيان للبيت الأبيض أن بايدن ورئيس الوزراء البريطاني عبر خلال اجتماعهما عن القلق بخصوص إمداد إيران وكوريا الشمالية لروسيا بأسلحة وصفاها بالقاتلة في حربها الدائرة مع أوكرانيا. حذرت الأمم المتحدة من استمرار تقديم المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة والذخيرة إلى القوات الأوكرانية بشكل ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي إنه يجب أن يكون أي نقل للأسلحة والذخيرة متوافقا مع الإطار القانوني الدولي المعمول به بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تفرض في بعض الحالات عقوبات وتدابير تقييدية على مثل هذه التحويلات. وأشارت الممثلة الأممية إلى أن شحنات الأسلحة تضمنت أسلحة تقليدية ثقيلة وذخائر وأنظمة صواريخ.
أجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون محادثات مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو الذي يقوم بزيارة لبيونغ يانغ. تناولت المحادثات تبادل الآراء حول قضايا تعميق الحوار الاستراتيجي بشكل مستمر بين البلدين وتعزيز التعاون للدفاع عن المصالح الأمنية المتبادلة. وفي هذا الإطار أكد كيم أن حكومة بلاده ستوسع التعاون والتنسيق مع روسيا على أساس المعاهدة الدفاعية بين البلدين. أعلنت الخارجية الأمريكية أنها أعطت موافقتها على بيع أكثر من 30 طائرة مقاتلة من طراز F-35 إلى رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي في صفقة تصل قيمتها إلى 7.2 مليار دولار. واعتبر بيان الخارجية الأمريكية أن هذه الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليفه وذلك ضمن حلف الناتو، وتعد قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا. هذا ولا يزال على الكونغرس الأمريكي أن يوافق على هذه الصفقة. اتهمت الصين ألمانيا بتصعيد المخاطر الأمنية في مضيق تايوان بعد يوم على إبحار سفينتين تابعتين للبحرية الألمانية عبر الممر المائي الحساس. وقال المتحدث باسم الجيش الصيني لي شي في بيان إن سلوك الجانب الألماني يزيد من المخاطر الأمنية ويبعث بإشارات خاطئة، مؤكدا أن القوات الصينية في المنطقة ستتصدى بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات. ختام موجز التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم. امبارح تم الإعلان بشكل رسمي أن مصر ضمن الفئة الأعلى دوليا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. مش بس كده، كمان تم تصنيف مصر كنموذج رائد يحتذى به لباقي الدول. مصر جت ضمن 12 دولة بس نجحوا في تحقيق 100 نقطة من مجموع نقاط المؤشر. ايه التفاصيل؟ ايه معنى المؤشر؟ ايه النقاط دي بتتاخد ازاي؟ دي تفاصيل هنعرفها اكتر من المهندس الدكتور محمد مغربي استشاري الذكاء الاصطناعي وتامين المنشآت. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الفل. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. المؤشر العالمي للامن السيبراني، ما هذا؟ تمام. المؤشر العالمي للامن السيبراني الجي سي اي اللي هو جلوبال سايبر سيكيورتي اندكس، ده مؤشر بيصدر من الاتحاد الدولي للاتصالات الاي تي يو، هو وكاله تابعه للامم المتحده. الهدف منها تحسين وتنظيم الاتصالات والكوميونيكيشن والسايبر سيكيورتي على مستوى دول العالم كلها. فده مؤشر عالمي رسمي بيصدر من جهه رسميه، بيتم يعني اخذ عده معايير علشان الدول تحصل على النقاط. تمام. ايه هي بقى ابرز هذه المعايير يا فندم؟ ابرز هذه المعايير في خمس عواميد اساسيه او محاور اساسيه للمؤشرات، حاجات قانونيه وتكنولوجيه ودوليه. اهم هذه المعايير اللي مصر قدرت تحقق فيها نجاح، الاول نقول بس ان مصر كانت تحصل على 95.48% نقطه في المؤشر اللي فات. المؤشر بيطلع كل سنتين، السنه دي حققنا 100 نقطه. ال 100 نقطه دول احنا نفس النقاط اللي محققها الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا واليابان، تمام، وده طبعا شيء يدعو للفخر. والامارات طبعا هم بيصنفوا الدول تير 1 2 3 تير 1 من 95 لحد 100 نقطه. فرنسا مثلا والمانيا على سبيل المثال معانا في تير 1 ولكن هم اقل مننا في النقاط. تير 2 جايه فيها الصين وروسيا والهند. انا طبعا في دول كتير بس انا بديك ابرز الدول اللي احنا بنسمع عنها. فان احنا نتخطى دول بحجم الصين وروسيا وفرنسا والمانيا ونتساوى مع امريكا والولايات المتحده المملكه البريطانيه، ده في حد ذاته يعني انجاز كبير جدا. جميل. انا عشان اوصل لل 100 نقطه عملت ايه؟ عملنا ايه؟ ال 100 نقطه او المسؤول عن الموضوع ده كان في مصر مؤسسه الاي جي سيرت او اللي هي ايجيبشن كمبيوتر ايمرجنسي ريدنس تيم، هي تابعه للهيئه المصريه لتنظيم الاتصالات، عملت العديد من النقاط علشان نحصل.
اول نقطه بتهتم بيها المؤسسه اللي هي الاستراتيجيه الوطنيه للامن السيبراني. تمام، احنا قدرنا نحسن الاستراتيجيه بتاعتنا برؤيه 2023 2027، قدرنا نستخدم ابحاث جديده في مجال تامين البيانات والذكاء الاصطناعي والانترنت اوف ثينكس. ده اول محور. تاني محور وده كان مهم جدا، الاستجابه للطوارئ والحوادث السيبرانيه. مصر تمتلك الان 5 فرق بتضم فوق ال 100 متخصص، شغلتهم يعني الاساسيه على قدر عالي من الجوده ان هم بيستجيبوا للطوارئ. انشانا مركز الطوارئ للهجمات السيبرانيه، وقدرنا بالفعل نتصدى ل 1500 حادثه في السنه اللي فاتت مقارنه ب 1000 حادثه في الفتره اللي قبلها. ثالث محور بيتم التقييم على اساسه التعاون الدولي. مصر نجحت في اخر سنتين انها تنضم لـ8 اتفاقات دولية جديدة، وانضم ووقعت 10 مبادرات مع المؤسسات العالمية مقارنة بـ5 مبادرات الفترة اللي قبل كده. البند اللي بعد كده بيجي اللي هو التدريب والتطوير. احنا قدرنا نعمل 60 ورشة عمل لتدريب 2000 متخصص مقارنة بـ40 ورشة عمل الفترة اللي قبل كده. وقدرنا نستخدم الذكاء الاصطناعي في تدعيم السايبر سيكيورتي، وده ادى الى تطوير النظام بنسبة 30%. النقطة رقم 5 التشريعات والقوانين. تمام، قدرنا في السنتين اللي فاتوا ان احنا نعمل تحديثات لعدد 5 قوانين وتشريعات في 200 نقطة خاصة بالأمن السيبراني، واستحدثنا 4 آليات جديدة علشان نعزز التأمين السيبراني ونتوافق مع المعايير العالمية والدولية. النقطة رقم 6 ودي من النقاط المهمة جدا اللي هو رفع البنية التحتية للأمن السيبراني. تمام، مصر وقعت السنة دي في مايو اتفاقية مع شركة هواوي العالمية لرفع مستوى الامن السيبراني وتدريب الكفاءات والكوادر، واستثمرت ما يوازي $50 مليون في البنيه التحتيه. ده ادى بشكل كبير ان احنا نقدر نتصدى للهجمات السيبرانيه اللي احنا قلنا عليها في اول نقطه. بردك من ضمن النقاط اللي بيتم قياس المؤشر عليها حملات التوعيه. احنا عملنا 200 حمله توعيه السنه دي مقارنه ب 100 حمله الفتره اللي فاتت. ده ادى ان معدل الوعي لدى المؤسسات والشركات والمستخدمين زاد، وده حتى هنشوفه على مستوى التقارير اللي طالعه ان احنا الحمد لله ما عندناش اختراقات او بيسموها بريتش في منظومه الامن السيبراني على مستوى البلد. التقرير اللي طلعته المؤسسه الدوليه الاي تي يو كان مكون من 151 صفحه تقريبا، بيشرحوا فيه الكلام ده كله. طبعا في نقط ثانيه كتير بس دي اهمها، بيشرحوا فيه الدول تطورت من فين لفين، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت ان مصر فعلا تقدمت بدرجة كبيرة ودرجة غير مسبوقة على دول كتير المفترض انها يعني كانت رائدة في المجال ده. طيب احنا بنقول ان احنا بقينا موجودة في مركز متقدم جدا، واحتلينا مركز متقدم جدا في المؤشر اللي انا مش عارفة اسمه، حضرتك قلت اسمه GTI. طيب الاثار يعني الايجابية المترتبة على تقدمنا واحتلالنا هذا، يعني اكيد احنا بننبسط لما بنبقى موجودين في اي مركز متقدم، ولكن احنا عارفين ان دلوقتي الموضوع مش بس انبساط، له تأثير اقتصادي وله تأثير علينا بشكل او باخر. خلينا نعرف بقى تأثيره ده هيبقى عامل ازاي. ممتاز. اول تأثير والناس كلها طبيعي تتكلم عنه اللي هو الاستثمارات الاجنبيه او الاستثمار في مجال التكنولوجي. اي مستثمر او بلد بتيجي تستثمر في المجال اول حاجه بتبص عليها هو المؤشر ده، هل مصر قادره تحقق المؤشر ده او لا. فبالتالي طالما احنا قدرنا نحقق مركز متقدم في المؤشر ده بيفتح مجال طمانينه للمستثمرين ان هم يستثمروا في مجال التكنولوجيا. رقم 2 توجهات الدوله والسيد الرئيس في التحول الرقمي والبنيه الرقميه التحتيه. يعني احنا مستثمرين في مجال الاتصالات حوالي 83 مليار جنيه الفتره اللي فاتت ما بين بنيه تحتيه والياف ضوئيه وكده. المؤشر لما في المراكز الاولى في المؤشر ده بيعزز فرصتنا في التحول الرقمي في تامين البيانات. ما عندناش خوف ان احنا نبدا ننقل كل حاجه ورقيه لحاجه رقميه. هو اي دوله او اي مؤسسه اكثر ما يخفها في موضوع التحول الرقمي ان هي لما تنتقل من المرحله الورقيه للمرحله الالكترونيه لو حصل اي مشكله سايبر اتاك او اي مشكله المؤسسه كلها تقع. وده احنا شفناه لو نفتكر من فتره قريبه لما مطارات العالم وقعت بسبب ما كانش سايبر اتاك بس كان مشكله رقميه. ده بالتالي فبيديك فرصه وتعزيز لتوجه التحول الرقمي. ثالث نقطة ودي نقطة مهمة جدا، بتخلق فرص عمل كبيرة جدا للشباب. لما زيادة الاستثمارات وزيادة فرص التحول الرقمي بنبدأ نوجد فرص للشباب ان هم يشتغلوا. وهنعيد او ممكن نتطور عن التجربة الهندية. التجربة الهندية كان عندها مشكلة كبيرة في الأيدي العاملة فخدت مجال التكنولوجيا كوسيلة، ويمكن الرئيس قال ده صراحة في احدى المؤتمرات، قال ان الشباب لازم تبدأ
تتوجه للمجال التكنولوجي. مجال دراسته بتبقى ريموتلي من البيت، مش محتاج يعني مش محتاج مجهود كبير، فرصته قليلة أو مدة الدراسة فيه قليلة لا تتعدى سنتين. العوائد المالية فيه كويسة جدا، وتقدر تشتغل فيه على مستوى العالم كله، مش شرط تبقى موجود في مصر. فطبعا ده خطوة مهمة جدا في كل اللي احنا قلناه. طيب باشمهندس، ممكن حد دلوقتي يكون بيتفرج علينا ويقول يعني ايه مصر احتلت المراكز الأولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، أنا استفدت ايه؟ طيب تاني يمكن آخر نقطة اللي احنا قلناها، الاستفادة الحقيقية بتيجي من طمأنينة المستثمرين الأجانب لوضع مصر كتأمين للاستثمار التكنولوجي. أي مستثمر أجنبي لما يجي هيستثمر هنا أول حاجة بيسأل عليها، أنا ما أجي استثمر معاك في مجال التكنولوجي، إيه اللي يضمن لي أن الاستثمار ده ما يروحش هباء؟ إيه اللي يضمن لي أن ما يحصليش اختراق؟ هدفع عليه ملايين أو مليارات الدولارات في الاستثمارات. فتيجي هنا الشهادة اللي حضرتك بتقول عليها، دي شهادة دولية أن احنا من أفضل 12 دولة على مستوى العالم في مجال التأمين السيبراني. بكل بساطة عشان المشاهد البسيط يعني يعرف إيه التأمين السيبراني، لو خدناها على المستوى الأرضي، أنت ما تيجي تشتري في مكان في فيلا في كومباوند في حتة، أول حاجة بتبص عليها الفاسيلتيز والأمن، المكان مؤمن ولا لا؟ المكان مؤمن وبشكل كبير بتخش تستثمر أو تحط فلوسك بشكل مطمئن. ده نفس الكلام في مجال التكنولوجي، الشهادة دي أو المؤشر ده هو الشهادة اللي بتضمن لأي مستثمر أجنبي إن البلد اللي أنت جاي تستثمر فيها بتبدأ تديك أمان وطمأنينة إن استثماراتك آمنة. استثمارات آمنة زي ما قلنا هتعود بالنفع على كل الشباب اللي عاوز يشتغل في مجال التكنولوجي. العمالة المصرية حاليا بتصنف إنها من أمهر وأرخص العمالات على مستوى العالم في مجال التكنولوجي مقارنة بمثيلاتها في الوطن العربي وفي دول أوروبا وفي أمريكا. فده بيؤدي أي مستثمر يجي حتى لو الشركة مش موجودة في مصر، موجودة بره، هيبقى عنده طمأنينة أنه هو يسلم شغله صحيح. ويسلم مجهوده لتيم مصري أو شركات مصرية تبدأ تستثمر. المجال ده متوقع يشتغل فيه ما لا يقل عن 2 مليون شاب وشابة عندهم القدره او النيه انهم يخشوا مجال التكنولوجي. طبعا ده مهم جدا من اوجه الاستفاده بالاضافه الى حمايه بياناتهم الشخصيه. طبعا طبعا هنا الامان. خطوه الامان ان انا بستثمر معاك في مجال التكنولوجي وانا مطمن ان بياناتي واتصالاتي وكل حاجه مؤمنه، مش كلام مصر اللي بتقول كده، ده شهاده دوليه بتقول كده. فبالتالي اقدر افتح مجالات عمل واقلل معدلات البطاله بشكل كبير. فالمؤشر ده او الشهاده دي من ضمن الحاجات اللي هتاثر تاثير مباشر على العماله المصريه وعلى سوق العمل المصري. احنا عندنا مركز وطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وده اعتقد انه واحد من اهم ادواره انه هو يعزز الامن السيبراني. ممكن يكون بيعمل ايه كمان ووظيفته كانت ايه في الفتره اللي فاتت؟ بالظبط، وزي ما قلت لحضرتك هو ده من ضمن النقاط اللي المؤشر بتاع مصر ارتفع فيها، ان احنا انشانا المركز ده وطورناه بشكل كبير وقدر يتصدى السنه اللي فاتت بس ل 1500 حادث سيبراني. تمام، الحادث ال 1500 دول ما مدى قوتهم؟ هل حادث على مستوى صغير او على مستوى كبير؟ مش هيبان الا لما يحصل الافكت ده، ولكن خليني اقول لك ان الحوادث السيبرانيه بالذات حتى لو كانت بسيطه تاثيرها بيبقى كبير جدا. على مستوى تسريب البيانات، على مستوى اختراق الشبكات، على مستوى انه يعمل فيلير للنظام او تعطيل للنظام. فاي حادثه منهم قادره انها تعمل شلل لقطاع كبير في اي دوله او اي مؤسسه. فان احنا نتصدى للرقم ده بايادي مصريه وتكنولوجيا مصريه ومركز مصري ده حاجه تدعو للفخر، وبالفعل الناس قدروا ده ورفعوا التصنيف. طيب ده عظيم جدا. تصنيف زي ما حضرتك ذكرت من مؤشر دولي احنا ما لناش علاقه بيه، ده صدر من هذه المؤسسه الدوليه. احنا في مصر ازاي نبني عليه؟ يعني احنا حضرتك قلت انه التصنيف ده كان من سنتين وكنا 95 وشويه، دلوقتي وصلنا لل 100، معنى كده ان في مجهود، لكن ازاي ابني على هذا التقرير؟ ازاي استثمره صح؟ يعني سؤال ممتاز. الاستثمار في مجال الامن السيبراني زي ما ضحك، الامن السيبراني في حد ذاته مش هدف او غايه، هو وسيله لتعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجي. مفيش حد هيجي يستثمر سواء جوه مصر او بره مصر في مجال التكنولوجي الا لما يطمن ان استثماراته امنه. فطالما الاستثمارات امنه وبالتوافق مع رؤيه الدوله في رفع البنيه التحتيه المصريه من شبكات الاتصالات والساتلايت والفايبرز والكلام ده كله، ده هيدينا مجال واسع ومفتوح ان احنا نستثمر في مجال التكنولوجيا. الاستثمار في مجال التكنولوجيا فيه ميزه كويسه جدا ان هو ما بيحتاجش لمبالغ كبيره، بل بيحتاج الى ايدي عامله مدربه وفاهمه. ونقدر نقول ان المهندس المصري او المبرمج المصري من ضمن الناس اللي هي ما بتطلع بره مصر بتثبت كفاءه شديده. فبالتالي دي اصبحت فرصه حاليا ان احنا كدوله وكشركات قطاع خاص او ستارت اب كمباني ان احنا نبدا نستثمر بقوه في مجال التكنولوجيا، ان احنا مطمنين خلاص ان اي استثمار في مجال التكنولوجيا آمن. هو محمي بالظبط ومؤمن، مفيش اي خطر عليه. زي ما قلت حضرتك وحضرتك تفضلت قلت دي شهاده دوليه، احنا ملناش اي دور فيها. بالعكس يعني احنا لو هنتكلم وهنقارن نفسنا، احنا حاليا امن زي ما قلت من فرنسا، امن من روسيا، امن من الصين اللي هي الرائده في مجال التكنولوجي. فبالتالي لا، احنا عندنا فرصه ممتازه ان احنا ننطلق في المجال ده.
طيب احنا كدولة بنعمل ايه علشان نقدر نمشي بالتوازي بحيث ان احنا نوصل لهذه النتيجة مرة واحدة؟ عندنا كليات مثلا بتخرج ولاد قادرين انهم يقدروا يشتغلوا فيها المجال الامن السيبراني ويقدروا يعملوا تكنولوجي ويقدروا يبقوا انوفيتيف يعني او مجددين في مجال التكنولوجيا بحيث انهم يبقوا قادرين يوصلوا للسوق محتاجه الامن السيبراني. بالضبط، يعني حضرتك زي ما قلنا ان السيد الرئيس بنفسه ذكر الموضوع وتولى مبادرة التكنولوجيا أو المبادرة الرقمية لمصر، إن احنا نخلق جيل جديد من الشباب يبعد بأفكاره عن المهن التقليدية، وهو ذكرها صراحة إن احنا طول عمرنا عايشين لازم ابني يطلع مهندس دكتور ضابط واتيفر، لجيل جديد من الشباب اللي هو مهتم بدراسة من الصغر بمجال التكنولوجيا. فدي أولا دي رؤية الدولة بدأت تعمل لها عدة مراكز وتعمل لها جامعات متخصصة، يمكن في جامعات كتير في العاصمة الإدارية فتحة مخصوص في مجال التكنولوجيا، فتحة علشان موضوع الذكاء الاصطناعي، موضوع السايبر سيكيورتي. فدي خطوة أولى من قبل الدولة. الخطوة الثانية زي ما قلنا وكالة إيجي سيرت اللي هي الوكالة المصرية اللي موجودة للسايبر سيكيورتي عاملة دورات تدريبية زادت أو دربت عن 2000 واحد في المجال ده، فده في حد ذاته وردك خطوة تانية. الخطوة الثالثة ودي المهمة ودي بقى ملهاش علاقة بالدولة، خطوات فردية وشخصية. الكورسات والشهادات الدولية بقت متاحة أونلاين على الإنترنت، يعني بفضل التعلم عن بعد حضرتك ما بقتش محتاج زي زمان تسافر بره عشان تحصل على شهادة كذا أو تحصل على مؤهل كذا، أنت من مكانك لو فضيت لنفسك كل يوم ساعة أو ساعتين هتقدر في خلال سنة تبقى مؤهل أن أنت تشتغل في المجال ده ومعاك شهادات واعتمادات دولية معترف بيها على مستوى العالم كله. فدي كلها عدة محاور لو مشينا فيها بخطوط متوازية كده هنخلق جيل فعلا جديد، خاصة ان احنا عندنا لو شفت السيجمنتيشن بتاع التعداد المصري هتلاقي فئة الشباب تحتل الجزء الاكبر منه. صحيح. فالفئة دي لو اهتمت بالمجال ده بغض النظر بقى عن الشغلانات التقليدية او المهن التقليدية، لا احنا عندنا فرصة جديدة جدا نطلع لقدام. كل شكر لحضرتك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. شكرا لك مهندس محمد مغربي استشاري تأمين البيانات والمنشآت، شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم، فاصل ونرجع نكمل معاكم اخر جزء في حلقتنا. كل سنة وحضراتكم طيبين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد المولد النبوي الشريف. متعودين في ان احنا نسعد بالابتهالات الدينية، متعودين في ان احنا نسمع الابتهالات الدينية ونقول قد ايه ونقعد يعني نبقى فرحانين ومبسوطين بسماع الابتهالات الدينية، يمكن علشان بتخلق طقوس موجودة معانا واحنا دي حاجة اتعودنا عليها كمصريين، متعودين ان احنا نحتفل بالمولد النبوي ونسمع الابتهالات حاجات كتير قوي من طبعا احنا طبعا يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. دايما كمان الامسيات الدينيه في المساجد ونتذكر اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونكلم ولادنا ونقول له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في مثل هذه المواقف، ازاي كان بيتعامل مع الجيران، ازاي كان بيتعامل مع اهل بيته، زي ما كنا بنتكلم في مقدمه الحلقه النهارده، ازاي كان بيتعامل مع الاطفال، كل الحاجات دي محتاجين دايما نذكرها ونكثف كمان من ذكرها في هذه المناسبه، بالاضافه طبعا الى الابتهالات والاناشيد الدينيه. خلينا نرحب في فقرتنا اللي منورنا طبعا في الاستوديو في هذه الفقره، المنشد الديني الشيخ علي تمام. صباح الخير عليك يا شيخ علي. صباح النور يا استاذ محمد. يا اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. حضراتكم بخير والساده المشاهدين بخير. يا اهلا بيك. طبعا احنا هنتكلم طبعا عن حياه سيدنا النبي وسير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذه الايام المباركه، لكن لو نبدا بابتهال تمام او انشوده من الاناشيد. حاضر. سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، وإذا تكلم أخجل البدور،
إذا ركع أو سجد يقول أمتي وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور إذا كنت في باب النبي فلا تخف وإن عارضتك الجن يا خل والإنس تقرب لأقوام يدينون حبه وباعد أناسا قد تخبطهم مس فإن محب الحق يأوي لأهله بلا ريبة فإن محب الحق يأوي لأهله بلا ريبة والجنس يعرفه الجنس. الله فتح الله عليك. الله يكرمك. ابتدينا من امتى؟ بالنسبة للإنشاد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من وانا صغير كنا بنعمل مجالس في البلد وحضرات طبعا مع المشايخ ومع العلماء علشان بس الناس اللي دايما بتبدع هذه الأمور بتبقى مجالس كلها ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ المشايخ الكرام يعني يقدموني كنت أنا بأذن وأنا صغير وكنت بصلي بالناس بفضل الله فبدأوا يقدموني للإنشاد وبدأت أسمع بقى الإبتهالات والمدائح النبوية فكانت من هنا البداية يعني الحمد لله. طيب في هذه المناسبة يا شيخ علي من أين نبدأ في الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم والله في مثل هذه المناسبة المباركة الشريفة العطرة يعني نسأل الله أن يعيدها علينا وعلى مصرنا بالخير واليمن والبركات. اللهم واجب على كل مسلم أنه يبدأ مع أولاده بسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم معهم مين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم ونسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للأسف يعني تبقى غايب عن الكثير من الأطفال ومن الشباب ومن الكبار وبنشوف ده باللحظة في البرامج السوشيال ميديا والكلام ده كله لما بيسألوا مثلا عن اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كامل أو مين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو مين أولاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني للأسف بالله كثير مش عارف مش يعني في كثير ما بقاش عارفين مين هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يلا نبتدي بنفسنا ونقول طيب حاضر فهو الواجب يعني على كل واحد كل أسرة مسلمة أنه يعلم أولاده سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ده اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة فنسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نسب طاهر ونسب شريف صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو حضرته اللي ذكر ذلك فقال إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل اصطفى الله عز وجل من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فاصطفاه الله سبحانه وتعالى من بني هاشم صلى الله عليه وسلم فنسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نسب طاهر ونسب شريف صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. طيب لما نيجي نتكلم مع أولادنا ونبتدي نتكلم عن نسب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون من الصعب أنهم يبقوا حافظين السلسال بتاع النسب، لكن من السهل جدا أنهم يشوفوا أو يسمعوا مننا تصرفات سيدنا النبي إزاي كان بيتعامل، وأخلاق سيدنا النبي إزاي كان بيتعامل، ومعاملة سيدنا النبي مع الآخرين. أعتقد ده من السهل أنهم يشوفوه في تصرفاتنا وبعدين يبتدوا هم يطبقوه. أكيد طبعا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وزكاه الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلم يكن صلى الله عليه وسلم غليظ الطبع، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا في قوله أو عمله، ولا متفحشا ولا صخابا. صلى الله عليه وسلم لم يكن صخابا يرفع صوته في الطرقات والأسواق كما نشاهد في طرقاتنا وأسواقنا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجزي السيئة بالسيئة، ولكن صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما صلى الله عليه وسلم، ولا ضرب امرأة صلى الله عليه وسلم. وما رؤي صلى الله عليه وسلم منتقما في مظلمة ظلمها ما لم تنتهك محارم الله تعالى. فإذا انتهكت محارم الله تعالى كان من أشد الناس غضبا صلى الله عليه وسلم. بتاخد بقى من صفات سيدنا النبي وتحط في كلمات الإنشاد وفي كلمات المدح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بتاخد طبعًا من صفاته وبتاخد من أخلاقه. أكيد طبعا أكيد. وكان صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يبشر المظلومين الذين لا يستطيعون دفع الظلم عن أنفسهم، ويقول لهم: ما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته كان بشر من البشر يتعامل كما يتعامل البشر. أنا ومنا في بداية الحلقة كان في مهنة أهله بالضبط كده صلى الله عليه وسلم، إزاي كان بيعلمنا وبيدي دروس للبشرية لكل الأجيال أكيد اللي جات من بعده، ان احنا نساعد زوجاتنا ونساعد في البيت. مش معنى كده ان الزوج يرجع من الشغل من بره بقى داخل متعصب وانتوا ما عملتوش صح، مفيش الكلام ده. فكان بيعمل كل حاجه بايده كمان. اكيد طبعا، كان دائما صلى الله عليه وسلم في خدمه اهله، فكان يرقع ثوبه ويخسف نعله ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم. هو رحمه مهداه كما قال الحق سبحانه وتعالى: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. طيب لما بتيجي تبتهل ولما بتيجي تغني في مدح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بتفضل تغني عن إيه؟ حاجة أنت كاتبها ولا حاجة حد كاتبها لك، ولا بتشوف الحاجات الكلاسيكية اللي تعودنا عليها من وإحنا صغيرين وبنسمعها ومرتبطة في أذهاننا؟ لا والله، هو دايما يعني بنشوف الحاجات اللي هي المشايخ قالوها أو المدحين أو المبتهلين الكبار قالوها، وبنبدأ ناخد منهم ونبدأ نقول زيهم يعني، أو بنحاول نقول زيهم، مش هنقول إن احنا بنقول زيهم يعني بالضبط. بنحاول طيب دايما نسير على نهجهم كده ونقول يعني. طيب ممكن نقول إيه دلوقتي نسمع سادة المشاهدين؟ إن شاء الله نقول إيه العم لأحمد يوم طلعت المشهد إن شاء الله. نختم بيها إن شاء الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شفيع لنا يوم القيامة إن شاء الله. اللهم أمين. إيه العم لأحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد أنك رسول الله. إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد أنك رسول الله. نبينا الزين والله زين، لهن شق القمر نصفين. نبينا الزين كله زين، لهن شق القمر نصفين، وعرج ليلة الاثنين إلى الحضرة وبيت الله. وإيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد،
كل الأمم تشهد أنك رسول الله. سيدي قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي، حبيبي قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي، وسامحهم من الذنب وغفار الذنوب الله. وإيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد أنك رسول الله. ما أحلى يوم الميلاد راح موجة للعباد، ما أحلى يوم الميلاد فرحة موجة للعباد، عمت كل البلاد يا ابن عبد الله. ويه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد أنك رسول الله. ارحم محبينك عاشوا على دينك، ارحم مادحينك عاشوا على دينك، ما أحلى سواد عينك هيمتنا اي والله. ويه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد أنك رسول الله. عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فتح الله عليك. وعليك يا أستاذ محمد. إحنا مش هنختم بقى خلاص، أنت ختمت خلاص يا شيخ خالد. الله يعز حضرتك. كل عام وأنتم بخير. شرفتنا ونورتنا وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبخير والسادة المشاهدين بخير. نورتنا وشرفتنا، شكرا لوجودك معنا. عفوا. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا مع حضراتكم، وبكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.